سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسى الجبال فلم تميد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرات الليلة بإذن الله تعالى سوف نتناول الحديث عن الأسماء الصحيحة لإدراك الرواة وإحصاء العلامة بن حزم العلامة بن حجر بأسماء الله عز وجل. نحن نريد أن احنا نتعرف على قضية الأسماء الحسنى من جذورها، لأن في روايات لا يعرف الناس عنها شيء، وكثير من الناس يظنون أن الأسماء المشهورة التي قدسها عامة الناس وظنوا أنها في منزلة القرآن حتى كتبت في المصاحف وكتبت على المساجد وأصبحت في لوحات وأخذت هالة كبيرة جدا من التقديس على اعتبار أن هي من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليس كذلك، يعني الحقيقة اللي محدش يجادل فيها ولا يشك فيها أنها ليس كذلك. فلما كشفنا القضية وبينا للناس أن الوليد بن مسلم الذي جمع الأسماء، وذكرت لكم المرة اللي فاتت إن في روايات رويت عن الوليد، إحنا هنتكلم عنها تاني إن شاء الله عز وجل، بس من منطلق آخر. هذه الروايات الوليد ذكر فيها أسماء من الأسماء اللي إحنا ذكرناها في إحصاء الأسماء في الكتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. الناس استغربوا الأسماء، وبعضهم يقول لك لا أوصاف، زي ما هنشوف دلوقتي أشياء عجيبة جدا وأشياء فعلا تدعو إلى العبث. خلينا نقول، لكن إن شاء الله عز وجل
سوف نتحدث عن الأسماء الصحيحة في روايات السنة المضربة. وهل بس الولي المسلم هو اللي قام بهذه العملية ولا في أمور أخرى؟ طبعا الأسماء المشهورة أظن أغلب الناس يعرفوها كويس، هي دي الأسماء اللي الناس بتحفظها وأوراد الولي المسلم. لاحظوا معايا فيها يا إخواني إن هذه الأسماء، أنا قلت المرة اللي فاتت إن فيها 69 اسم من الأسماء المطلقة في الدلالة على الحسن، أسماء مطلقة في الدلالة على الحسن، ورد الاسم مفردا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. عددهم كام؟ 69 اسم. وفي كمان عدد 21 اسم من هذه الأسماء ليست من أسماء الله بالمرة، يعني لم ترد اسما في حق الله عز وجل، وإنما هي أفعال أو معان حق أو روايات ضعيفة لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعندنا كمان 8 أسماء من الأسماء التي تذكر مضافة أو مقيدة في حق الله عز وجل لأن الله ذكرها هكذا. هذه الأسماء نقول هي أسماء، نعم هي أسماء، لكنها ذكرت بوضع مخصوص، فما قيده الله عز وجل نقيده، لأن دورنا تجاه الأسماء إن احنا نحصيها على وضعها، فالمطلق الذي أطلقه الله على نفسه نصدقه فيه، والمقيد الذي قيده الله عز وجل في حقه يبقى نصدقه فيه، لأن العقيدة مبنية في الأصل على إيه؟ الله يكرمك، مبنية على تصديق الخبر وإيه؟ وتنفيذ الأمر. فأين الخبر المطلق فأصدقه، وأين الخبر المقيد فأصدقه؟ أنا يأتيني الخبر فأصدقه، إذا كان مطلق يبقى مطلق، وإذا كان مقيد يبقى مقيد. ولسه جاي الكلام ده على الموضوع بالتفصيل، لكن إحنا بنعمل مقدمات ده عشان نشوف المعاناة التي مر بها علماء الأمة وتكلموا عن الأسماء المشهورة في بين عامة الناس، وأرادوا أن يعيدوا الناس إلى الكتاب وإلى السنة. احنا قلنا الأسماء المشهورة التي أدرجها الوليد بن مسلم ورواها عنه الطبراني. الوليد بن مسلم هو نفسه اللي أدخل عدة أسماء واستبدلها بأسماء أخرى، يعني وضع في رواية الطبراني اسم القائم واسم الدائم واسم الأعلى. خلي بالك ذكر الأعلى مين؟ الله يكرمك. لاحظوا معايا في النقاط، اكتبوا معايا الأسماء دي اللي الوليد بن مسلم أضافها، أنتوا كتبتوها المرة اللي فاتت، بس أنا يعني مثلا عايز أعرف مصدر التسمية أو المرجع في التسمية عند الوليد بن مسلم، يعني من أين أتى بالقائم كاسم؟ وما مرجعه في ذلك؟ ومن أين أتى بالدائم؟ أليس من حق كل واحد مسلم أن يسأل إيه المرجعية وما الدليل على هذا الاسم؟ طالما أنه مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده كلام يقبل البحث ويقبل السؤال عن الدليل. إنما واحد لما يسأل عن الدليل يعيبوا عليه ويقول لا ما تسألش عن الدليل، خدها كده خلاص، إحنا ما عندناش الكلام ده. ديننا ما فيش فيه كهانوت بحيث إن واحد يقول كلام والناس تقول أمين، لا. كل يؤخذ من كلامه ويراه. فلما نيجي نشوف مثلا على سبيل المثال القائم والدائم، انا لما ابحث عن اسم القائم اين ورد؟ هل ورد في كتاب الله عز وجل؟ طب هل ورد الدائم مالك الملك؟ خلي بالكم ان هو قال مالك الملك ورجع قال المالك، مش كده برضه؟ ها؟ المالك وملك الملك، فمرة ذكر مطلق ومرة ذكر ايه؟ مقيد. هو المفروض واصل مطلق لأنه ورد في السنة مطلق لا إله إلا الله، وذكر الأعلى وذكر المحيط وذكر الشديد. أنا هضرب مثل عمل، مثل عمل نشوفه سوا. القائم هل ورد في كتاب الله عز وجل؟ يبقى احنا نشوف الكلام ده كلام عمل. احنا عندنا القرآن والحمد لله الموسوعات متوفرة وبكثرة، يعني الموسوعات كثيرة إلى درجة إن أنت ممكن تبحث في القرآن في عدة نسخ. أنا أضرب مثلا في المكتبة الشاملة وهي إصدار مجاني متناول بين أيدي الناس يزيد عن 20,000 مجلد. المكتبة اللي قدامكم دي هي الإصدار الثاني منه، وأظن الإصدار الثالث ممكن يكون أكثر كمية من المراجع. فهنبحث عن الشاشة الخاصة في القرآن، القرآن الكريم وتفسيره. فأنا لما أبحث في القرآن خلي بالكم البرنامج بيبحث إزاي؟
بيجيب لك الآية وبيجيب لك تفسيرها في مجموعة التفاسير انتوا شايفينها دي. واضحة عندكم مرئية ولا ضعيفة شوية؟ أنا عارف إن هي مش مرئية أوي لكن هنحاول نبينها إن شاء الله عز وجل. فلما أقول مثلا اسم القائم في شاشة بحث خاص أهو في القرآن الكريم. فأنا هبحث عن كلمة قائم. قائم هنا في الموسوعة دي بيجيب لك الاسم زي ما كتبت. انما في موسوعات تانية هنشوفها دلوقتي ممكن لو جاب لك كلمة قائم يجيبها لك زي ما انت كتبته او اي حروف لصيقة بالكلمة، يعني قائما قائمون الى غير ذلك من اضافة الكلمة اللي بتبحث عنها مع بقية المفردات بتاعتها. فهنا لما نبحث في القرآن طلعت النتيجة وخلص ولله الحمد. فنادته الملائكة وهو ايه؟ قائم المصاب. شايفينها؟ متحدد بيقول له هو الاحمر. يبقى قائم هنا ماشي اسم من اسماء الله ولا حد من اللي يقول اسم؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. اللي بيصلي في المحراب زي سيدنا مين؟ هنالك دعا زكريا ربه. طب النتيجة الثانية ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصين. يعني في القرى قائمة وقرية القرى أهلك. طيب الباقي هنا أمشوا كده. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. القائم هنا مين؟ الله. الله عز وجل. بعض يقول يعني القائم يعني مش عرفنا أن القائم هو الاسم هنا هو ربي الحق سبحانه وتعالى. بس خلي بالك أفمن هو قائم على إيه؟ على كل نفس. يعني الاسم هنا مضاف ولا مطلق؟ مضاف. مضاف. مقيد على كل نفس. طب لما نشوف تفسير الآية من كلام العلامة ابن جرير الطبري اللي هو شيخ المفسرين، يعني نشوف تفسير ابن جرير من سنة 310 بيقول فيها إيه؟ هل هو يقصد الحق سبحانه وتعالى؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ القول في تأويل قول تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ قال أبو جعفر اللي هو مين؟ ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره أفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك. هنا قال ايه؟ دائم. الدائم هنا اسم. سامع يا اخوانا؟ عشان تقول اسم لازم دليل. فالدليل هنا هيجيبه من كلام مين؟ ابن جرير. هنبحث عن الدائم اللي هي موجوده ولا مش موجوده ونشوف عمل ان كانت موجوده هتظهر. مش موجوده خلاص. يعني في القران بس. فأقول لك اكتمال بيكون ورد في السنة، ممكن نبحث في السنة ونشوف إيه اللي حصل في السنة بالظبط. طيب، لكن لاحظ أفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك قائم، يعني هنا خلي بالك كلام جرير ذكر فيه القائم وذكر فيه الإيه؟ الدائم. قائم، يبقى المقصود بالقائم هنا مين؟ الله. الله عز وجل. طيب، الوليد بن مسلم ذكر القائم وذكر الدائم. كان علماء التفسير زي ابن جرير وهتلاقي الكلام ده في كتب التفسير يعني زي المسير بن الجوزي كثير يعني عدد التفسير هنا كثيره من الكثره اللي يعني نقول ان ما فيش واحد شيخ وقلما ان تجد هذا تجد في مكتبته كميه هذه التفاسير لتفسير ابن جرير لوحده عدد كبير جدا من المجلدات تفسير الرازي واحد عشان يجمع هذه الكتب عنده في مكتبه وبعدين قرايتها هو خلاص طلعها من القراءه في لحظه واحنا قاعدين يعني القضيه مش محتاجه ان احنا نستعين بهذا الحاسب بان احنا نصل الى المعلومه لكن هو مصدر ثقه عندنا في ان كل حاجه بيقولها اللي برضه بالبشر فيحتمل الخطا ويحتمل ايه؟ الصواب. فهنا مثلا كلمه قائم جابها هنا على ان اسم من اسماء الله وابن جرير قال ان هي اسم من اسماء الله على اعتبار ان اسم مضاف وليس اسما ايه؟ يبقى ده لما نضع قائمه الاسماء المطلقه ولا في الاسماء المقيده؟ مقيده. في الاسماء المقيده ده بالنسبه للقائم. تعالوا نشوف مثلا برضه دي موسوعه لو حبينا نبحث في موسوعه ثانيه لعل يكون هنا في خطا ولا حاجه من الموسوعات الجميله اللي احنا بننصح بها وهي مجانيه ايضا على الانترنت مصحف المدينه النبويه لنشر الحاسوب. المصحف ده جميل جدا في انه بيديك الرسم العثماني ودقه في البحث عاليه جدا جدا. فانا لما اقول كلمه قائم ابحثت عنها بس بحث مطابق انت مجرد ما تكتب الكلمه اول ما تنتهي منها تكون نتيجه على شمال على طول. فهنا ورد في ال عمران 39 يعني شايفين يا اخوانا
فنادته الملائكة من على الباب الأحمر. وقال المصلي في المحراب سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقص عليه. سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أظن كده يعني المكتبة الشاملة زي المصحف في المدينة للنشر للمكتبة. طب لما نقول الدائم، هل ورد الأول بشوف ده نوع البحث المطابق للورقة؟ خلينا نقول بحث جزئي. جزئي يعني إيه؟ يعني يجيب الكلمة مع مرسخاتها يعني. فنقول مثلا هو جابها من 15 موضع في القرآن. فنشوف على سبيل المثال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. هنا جاب حاجة نتيجة لأن فيها ألف. إحنا لو نيجي بحثنا بين إيه؟ ألف. من غير ألف. طيب اللي بعده: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. اللي بعده فين بقى القائم؟ لا يؤدي اليك الا ايه؟ ما كنت عليه قائم. انا لما اقول بحثت عن اسم من اسمائه اللي هو طبعا ما اعرفش فرق بين اسمه ولا اي حروف عنده يتعامل مع حروف. الحكايه واضحه وسهله. طيب دور بقى كله هتلاقي كل الاشياء دي. ما فيش ولا اسم من اسماء تحدث عنه العلماء الا وقلنا قلنا بدراسته وبحثه على القران باختلاف الموسوعات وعلى جميع الموسوعات اللي صدرت حتى الان في السنه. الاخوه اللي بيتكلموا وبيعترضوا وبيحاولوا يشوشوا على الموضوع، والله ما بحثوا بحثا يستطيع الانسان ان يطمئن اليه حتى. قضيه كبيره والامور مش هتبان دلوقتي، هتعرفوها ان شاء الله عز وجل بعدين. وهم نفسهم هيعرفوا الكلام ده بعدين وهيرجع يقول احنا حسنا للشيخ في كذا والحمد لله الامور، لان احنا نفسي بهم الظن. هم هؤلاء الاخوه عندهم صدق نيه، احنا مش شاكينش في نواياهم، لكن هي القضيه بس اللي الواحد اما بينهج شيء بيعديه. يقول لك كمبيوتر ايه ده؟ هو ما يعرفش ايه اللي موجود في الكمبيوتر، ان النتيجه بتطلع قدامه في لحظه. خلينا نبحث عن الدائم اللي ذكر الوليد. طالما عملنا دائم وبحث جزئي يبقى ما طلعش نتيجه واحده. مش موجوده في القران الا في موضع واحد، بس هل هي اسم من اسماء الله؟ ها؟ ان الانسان خلق كلوع اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم. ده اللي موجود في القران. ده اسم من اسماء الله؟ يبقى الوليد جابه منين بقى؟ والغريب في الامر ان الوليد ذكره فالطبري نيله. فواحد يقول لك ايه؟ ده موجود ابن جرير الطبري ذكر الداء. طب ما يذكر. فين دليله؟ اقول لك واحد ده هو اشتق من معنى الدوام في حق الله. الله يا دايم ولا دايم غير الله. يلا يا دليل بقى اهو. لك ازاي؟ الدليل لازم يكون توقيف. لازم يكون اسم ورد في القران بنصه. انما هتجيب فعل وتحوله؟ اصبروا علينا لغايه ما نشوف حكايه تحويل الافعال دي. لان اخونا الفاضل الدكتور المصير عامل كتاب هو ذكره ككان فصل في كتاب الالهيات بيرد على كتابي بتاع اسماء الله الحسنى، فعمله في كتاب مستقل بيان للناس حول اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه، كتاب عامله الدكتور محمد السيد المصير. وان شاء الله احنا هنعمل كتاب في الرد عليه علشان نوقف اي واحد يتكلم في المساله كلاما علميا يقول لك انا هتكلم فيه على ان راجل متخصص، فيجي يستند الى عقله والى هواه في المساله، يقول له طيب تعالى بقى. طالما المساله كده نخلي الناس هي الفصل والحكم عشان بعد كده الامور تبقى واضحه زي الشمس. وباذن الله تعالى الكتاب اللي هنعمله في الرد على الدكتور المصير سوف تعجبون منه، بحيث ان عامه الناس وبسطاء الناس هم اللي هيكشفوا هؤلاء الناس اذا كانوا فاهمين المساله في الاسماء الحسنى ولا لا، لان القضيه هنا ما عادش تحتمل خلاص. انا بيني مررت اتفقعت، خليني اقولها لكم كده صدقا يعني. ليه؟ لان بيبقى الحق واضح لدرجه ان ما فيش واحد يختلف معاك فيها. فيجي واحد يشوش عليه ست حلقات عاملها في اذاعه القران الكريم يقول لك صاحب الاشاع. طب خلينا نشوف، واجه انت الناس. هنقول للناس والله ادي الافعال اللي في القران وادي الاسماء اللي في القران وادي المطلق وادي المقيد، روح اسال عنها الدكتور الكلام ده موجود ولا مش موجود، واشتق لنا انت بمعرفتك، وري لنا انت، خليهم خليه يجاوب عليهم. اذا عرف يجاوب عليهم المساله تبقى واضحه. انه مجرد التشويش وان الواحد يبقى درس المساله والقضيه فيها على قدم ثابته وانا فاهم بالظبط الاسم بدليله. لان القضيه لما تيجي تسالني انا ما قلتش الكلام ده على اساس
ان احنا نتجرأ على اخواننا ونحاول ان احنا نقلل من شأنهم. ابدا والله ما كان هذا ولا كان في نيتي. احنا كان قضية نعرف الحق بدليله. فلما كل اسماء واضحة وضوح الشمس وهذا الدليل. هذا انتوا قدامكم شايفين دلوقتي في بنبحث عن الاسم اسما اسم. طب نرجع تاني مالك يوم الدين. هو هنا اضاف المالك وهي اصلا في الاسماء المشهورة اللي هي 69. لكن لاحظوا هنا ان في اسم واحد ذكره اللي هو اسم الله انه الأعلى اللي ذكروا مين؟ اكتبوه عندكم. يلا عدوا بقى عشان تعدوا معي من الأسماء اللي هي أضيفت وإحنا استبدلنا 29 اسم ب30 اسم في اللوحة اللي هتتوزع عليكم إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. أول اسم هنا إيه؟ الأعلى. المحيط. طبعا الاعلى مش محتاج نبحث عنه. سبح اسم ربك الايه الاعلى. افرض حصل خطا في موسوعه, يعني من ضمن الموسوعات لو جت بحثت عن القائم هتلاقي في غلطه الكمبيوتر مش هيطلعها. اضرب لكم مثلا اهو, احنا بحثنا عن القائم في موسوعتين فطلعها. طب افرض فيه غلطه في الموسوعه. انا عرفت انها غلطه في الموسوعه ازاي؟ من خلال ان الواحد اصلا في تخصصي وحفظه لكتاب الله عز وجل عرفنا ان في غلطه. فالغلطه ديت انت لو كان الواحد بيثق في الجهاز ثقه عمياء من غير تخصص هيزل, لازم تخصص تعرف فيه. فانا عندك على سبيل المثال لو احنا بحثنا على البرنامج بتاع القران في الوورد, ده برنامج ملحق بالوورد, ولو وجدت خطا زي كده تبعت للجماعه اللي هم اصحاب الموسوعه يصلحوه, مش انك انت تسكت عليه, لان المفروض التعاون مع هؤلاء الاخوه على اساس يكون العمل على وجه الايه الكمال. فدي كلمه قائمه اهي, اسم قائم اللي هو المقيد في حق الله. خلينا اكبر لكم الخط شويه عشان تشوفوه, واجيب لكم خط كده يكون ايه تخين وحلو بس كده. فهنقول في القرآن بحث. فنادته الملائكة وهو قائم ايه, فين الآية اللي بتقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ما جاتش. يبقى أنا عرفت هنا أن البرنامج ده فيه ايه غلطة, لأن اللي كتبه بشر. طب هل بحث جزئي؟ في البحث الجزئي المفروض يطلعها من سورة الرعد, لأن الآية في سورة إيه؟ الرعد. هذا كل الآيات هنحددها كلها ونقول نسخ كل الآيات. فآل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي, مش هنا. وما أظن الساعة إيه؟ قائمة, مش اسم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلا آخر والقائمين, وطهر بيت إيه؟ للطائفين والقائمين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمة. طيب ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست إلى أن قال إيه؟ وما أظن الساعة قائمة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. والذين هم بشهاداتهم قائمون. فين الآية بقى اللي فيها اسم من أسماء الله؟ اكتشفنا الغلطة دي إزاي؟ أثناء البحث واحنا بندور قلنا لا الايه مش موجوده, يبقى معنى كده في غلطه في البرمجه بتاع الموسوعه. طب دي غلطه في برنامج هنا, لكن في مئات البرامج عن القران الان تبحث فيها طلع لك نتيجه سليمه, يبقى ده غلط من المبرمج. اكتشفنا الكلام ده واحنا بنشتغل, والكلام ده كان بيظهر كتير جدا في موسوعات السنه مش في دي. يعني لما تيجي تبحث عن موسوعه من موسوعات السنه تجد هذا الكلام بكثره. طيب الشديد ورد في القرآن كثير جدا, شديد العقاب شديد العذاب, والآيات كثيرة مش محتاج ان احنا نبحث عنها. يعني المحيط برضو ورد اسما بنصه بس مقيد ولم يرد مطلقا, ما وردش طبعا معرب بالألف واللام. انما اقول له مثلا يبحث لي عن المحيط, قال لي لا توجد ايه نتائج, شايفينها اهي كلمة لا توجد نتائج, قال لي ما فيش نتائج. طب لما اقول له مثلا محيط بس وانا بقول له بحث جزئي, بحث جزئي يعني ايه؟ يعني جزء من الكلمة بس, يعني لو في كلمة وفيها جزء اسمه محيط طلعها. فهو قال لي في 11 موضع, بس لما تراجع ال 11 موضع هتلاقي والله محيط. ها؟ ده اسم مقيد ولا مطلق؟ مقيد. آل عمران إن الله بما يعملون محيط, وكان الله بما يعملون إيه محيطة.
وكان الله بكل شيء محيط، وهنا محيط بكل شيء، خلي بالك الأنفال، والله بما يعملون محيط. تستطيع أنك تستوعب كل ما وردش الاسم مطلق، لأن احنا بحثنا القضية سواء في القرآن أو في السنة فما وردش، فاحنا عارفين أنه ما وردش. واللي عايز يبقى يبحث بعد كده في البيت وعنده الموسوعات، المسألة سهلة على الجماعة اللي عندهم كمبيوتر وفاهمين المسألة بشكل جيد جدا. يبقى إذن الاسم المطلق الوحيد اللي أضافه الوليد بن مسلم في قائمة الطبراني اسم إيه؟ اللي أضافه الوليد بن مسلم، خلي بالكم مشاني يعني أنا ذكرته والوليد مسلم ذكره أهو بقى. يقول لك إزاي الأعلى مش اسم؟ سبح اسم ربك الأعلى، إنه كل أسماء الله موصوفة بالعلو، لكن الأعلى مش من أسماء الله. أهو لو كان الوليد مسلم ذكره بقى دام في ضمن الأسماء المشهورة وألفها الناس هيبقى إيه؟ اسم من أسماء الله. ليه؟ لأنه مشهور، هو اللي بيشتهر كده ويقعد والناس كلها تعرفه زي اللي معرفش عنه حاجة حتى لو معاه ألف حق. أخي بالك هذا الاسم ورد بنص سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى. طيب الأسماء المشهورة التي أدرجها الوليد بن مسلم دي خلاص اللي هي الطبراني، نشوف اللي بعده. ذكر فيها اسم الرافع، بس اسم الرافع مطلق ولا مقيد؟ واحد يقول لك الرافع ورد اسم؟ أيوة ورد اسم. بعض الناس عشان ما ذكرناش في 99 يقول لك إيه يبقى انت بمعنى كده بتنفي اسم ورد في القرآن. لا، هو ورد في القرآن بس يبقى في قائمة الأسماء هي المقيدة. فهنشوف هل الرافع ورد؟ الرافع بالألف واللام مش موجودة في القرآن، أهو لا توجد نتائج. طب احنا عايزين رافع بس، واحنا بنبحث بحث جزئي، تعرفين يعني ايه بحث جزئي؟ طيب آل عمران 55 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. أنتوا عارفين دول كم اسم؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. كده أربع أسماء موجودة في الآية، ودي كلها هتلاقيها في قائمة الأسماء المقيدة. وممكن حد يعني حتى الآن لما بحثنا في الأسماء المقيدة وكان ده كله جاي إن شاء الله بالتفصيل، إحنا معاكم إلى أن تقولوا خلاص استوعبنا المسألة استيعاب دقيق، حتى إن كل واحد من اللي حضر منا بإذن الله تعالى هيبقى مرجع في القضية بإذن الله. بنقول دلوقتي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الأسماء دي كلها أسماء مضافة. لما جمعنا قائمة الأسماء المضافة من الكتاب والسنة طلعوا 99 اسم على القواعد اللي احنا وضعناها والتزمنا به. فهنا لو انت أخذت الرافع رافعك يبقى رافع عيسى، مش كده؟ لو أخذت الرافع وأدخلت اسم الرافع في الأسماء المشهورة زي ما الوليد تحاول ان هو يعملها، يبقى لازم واحد يقول له دخل ايه؟ المطهر والمتوفي، مش كده برضو؟ ايه الفرق بقى بين الرافع والمتوفي؟ ده اللي خلى الوليد يتردد، ان هو هيدخل الرافع فواحد يقول له طب والمتوفي والمطهر والجاعل، فمره يقوم سايبها خالص، يبقى ذكرها مره ورجع تردد وشالها وحط مكانها ايه؟ اسم تاني. يبقى دلوقتي لو دخلت اسم الرافع يبقى لازم تدخل الباقي، لان واحد يقول لك اشمعنى يعني. لكن لما نقول هذه أسماء مضافة مقيدة في قائمة الأسماء المقيدة ما حدش هيتكلم معاك، لأن انت ماشي على منهج المطلق اهو والمقيد اهو. يبقى ده الرافع، هل هو في الأسماء المطلقة؟ لا، مش في الأسماء المطلقة، دي الأسماء هي اللي رواها عنه مين؟ ابن حبان. طب نشوف اللي بعده. لاحظوا هنا الوليد المسلم أضاف أسماء في هذه اللوحة اللي رواه عنه مين؟ ابن خزيمة. كم اسم الوقت كتبناهم؟ واحد بس الأعلى، تضيفه بقى كمان القريب يبقى رقم كام؟ 2. والمولى، واضح الاسم؟ شايفينه؟ قدامك اهو بالأبيض المولى والأحد الحاكم
هل ورد الحاكم مطلقا؟ نشوف، عايزين عملي. الحاكم بالألف واللام كبحث مطابق لا توجد النتائج، بحث جزئي. فبقول لك بالألف واللام في خمس مواضع. كم بالألف واللام؟ بالألف واللام بس جزئي. جزئي يعني ايه؟ الحاكمون كده يعني. فنشوفها، نشوف عملي، واحنا نتعب نفسنا ليه ما كل حاجه موجود. الأعراف فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. خير الحاكمين هنا اسم مضاف ولا مطلق؟ مضاف. طيب يونس نفس الكلام، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هود ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. دي هتلاقيها في قائمة الأسماء المقيدة. يبقى الحاكم لم يرد مطلق. طب لما نقول دلوقتي حاكم بس، مين يطلع يا أخوان؟ ها؟ يريدون أن يتحاكموا. هنا فعل ولا اسم؟ بس الكمبيوتر طلع عليه لأنه ما فرقش من اسمه فعل، لأن كلمة حاكم جوه الفعل، مش كده؟ يتحاكمون، فهو بيدور على حرف الحاء والألف والكاف والميم في أي موضع جم جنب بعض يقوم ماسكه. لكن هي طلعت هنا إيه؟ فعل. شايفينها؟ ولا مش واضحة في الصورة؟ طيب كويس. الأعراف هنطول بقى في المسألة، لكن أنا بضرب لكم مثل إن هذا كله بحثناه في الكتاب وفي السنة، في موسوعات السنة، وإن شاء الله وإحنا بنبحث عن الضوابط اللي التزمنا بها هنبين كل اسم من خلال الموسوعات اللي موجودة في السنة ونشوف إيه اللي عملناه، لأن إحنا عايزين أمور عملية تبقى فصل. إن إخواننا صحيح الاستغراب فيه يقول لك والله الرجل ده إيه؟ بيشتغلنا إيه ده بالظبط؟ اللي جاي يقول لا أنا قرأت الموسوعات وبحثتها. فواحد ما هوش متخيل استخدام الحاسب في التقنية يقول لك الراجل ده بيتكلم جزافا كده، ده احنا لو قعدنا نقرأ في الألف في الكتب ديت لما اتقطع نفسنا ما هنعرفش نخلصها. وبعدين يعني أحاط علما بما لم يحط به السلف؟ يا عم مين اللي قال الكلام ده أصلا ولا من تكلم به؟ لكن تقنية قدامنا استخدمناها وساعدتنا في استخراج أسماء الله عز وجل بصورة دقيقة إلى حد ما أو إلى أقصى ما يمكن الإنسان أن يجتهد فيها. فلما تنكر علينا طالما الأسماء موجودة بنصها في الكتاب وفي السنة؟ ولذلك لن يسع أي واحد على الإطلاق، وأنا بقول لكم بكررها تاني، أي واحد شيخ مهما كان مكانته ومهما كان علمه، أستاذ في جامعة ولا شيخ في دعوة، ان يجعل الاسماء اللي موجوده بنصها في القران والسنه 99 مطلق و99 مقيد ويقول لك لا دي مش اسماء، بيخدع نفسه ولا بيضحك على الناس؟ ادي الاسماء ودي ادلتها، لان اسماء ورد بنص انا ما جبتهاش ولا اشتقتها انا من نفسي، ده اسماء ده اهو وانا حاطط خط تحته بس زي ما عملنا حتى برضه عند النصارى. فالاسماء ديت ما حدش هيقدر ان هو يجادل فيها، لكن هيقول لك لا ممكن الشيخ وضع قواعد لم يسبق اليها. طب القواعد اللي لم يسبق اليها طالما طلعت لنا 99 مطلق و99 مقيد تبقى كويسه ولا وحشه؟ رد يا اخي. يعني الواحد لما يجي يحسبها والله طلع الاسماء بادلتها من القران والسنه، ما يحط قواعد اللي يحطها، المهم ما تعرفش انت تحط القواعد من عندك وتطلعنا وتريحنا، ولا سايب الناس على عماهم لغايه ما تيجي تقول لا الناس كده كويس وخلاص، ولو خدنا بالاسماء المطلقه والمقيده هنعمل فتنه بين الناس. او يقول لك الشيخ جه يطبق القواعد فلم يلتزم بها او ما طبقهاش هو خالفها. طب وريني اللي خالفه، قول للناس، انما كلامه خلاص مش هينفع. ولذلك هم استعجلوا، وانا واثق جدا ان في وقت قريب هيراجعوا نفسهم تاني ويقولوا احنا غلطانين. اصبروا بس، صلوا على رسول الله. يبقى احنا اضفنا دلوقتي القريب والمولى والايه والاح. اللي ذكر الاسماء دي مين؟ الوليد بن مسلم. الاسماء المشهوره اللي رواها مين؟ البيهقي.
أضاف هنا إيه؟ ده مش موجود في الأسماء المشهورة، بس جاب المغيث من إيه؟ ما دليله على اسم الله المغيث؟ نبحث، دور في القرآن والسنة، لن تجد الاسم لا في القرآن ولا في السنة. يعني ما نقول مثلا كلمة مغيث، في نتائج على البحث الجزئي؟ ما فيش نتائج، لا على المطابق ولا على الجزء، مش موجود المغيث. طب واحد يقول لك ايه، ما احتمال يا شيخ المغيث ده موجود بس انت ما انتش واخد بالك، يكونش في كتب السنه. ندور كده، ادي موسوعه الحديث الشريف وزاره الاوقاف. انا طبعا جايب موسوعات خفيفه، لان لو انا هبحث في الطويله هنقعكم ان شاء الله عز وجل الفجر، ممكن ما تكفيش الوقت، نكمل بكره ان شاء الله عز وجل لغايه العصر، والعصر ما يكفيش برضه، نقعد 3 ايام في قلب المسجد. احنا لما بحثنا في الموسوعات، عشان تبحث الموسوعات دي كلها عايزه صبر طويل، بقول لك 3 سنين ونص واحنا قاعدين عاكفين على الحاسب بهذه الطريقه والله. وكل يوم بحث الاسماء المطلقه خد لي 2 سنين، والاسماء المقيده خد نفس الكلام، لان الامور بدات بقى ايه تتوالى بعد ردود الافعال. فكون واحد يصبر علشان يبحث كل الموسوعات 35 موسوعه بالطريقه دي، الامر بدل ما الاخ يقول والله احنا نساعدك عشان نطلع الصواب للناس، لا، عايزين يذبحوا الدكتور محمود. يا اخواننا الحكايه ننظر اليها ازاي؟ يعني انت انا ليا برضو روح وعندي اعصاب، والواحد له ضغوطات، اما الواحد يعمل عمل يشعر فيه بانه هو ادى رساله يقدر يساعد فيها الناس للتعرف على الحق، فجاه اشوف الاقي اغلب الناس وخصوصا ان احنا نتوقع منهم ان ينصروا مذهب الحق، هم نفسهم اللي يحاربوك ويعرضوك، شيء عجيب جدا جدا. شوف اخواننا في المغيث، بحث في النص، كل الكلمات أو الكلمات كجملة واحدة. نبحث الأول بالألف واللام. في كتاب المغازي في صحيح البخاري. وغيرت صوتي كهيئة المغيث. المغيث هنا اسم من اسماء الله. طيب احنا مش هنقرا الحديث كله لان هياخد وقت. عند البيهق في كتاب النفقات. عن ثور عن ابي الايه؟ ها؟ النتيجه قدامكم وانتم شايفين. نبحث بمغيث، ابحث انت وطلع اللي يبقى طلع له دليل يبقى يجيبه، واحنا نضيفه على طول. والله لو جبت دليل صحيح، اي واحد يجيب اسم بدليل صحيح هنضيفه، لان احنا مطالبون بتصديق خبر الله وتنفيذ امره، مش ده الاصول اللي احنا اتفقنا عليها؟ فاي يجي لك اسم بدليل يقول على العين والراس، لكن تاكد الاول ان هو اسم، تاكد ان ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما مجرد المجازفه لا. قلت الشيخ لو تعبان ولا حاجه. صح والله، الله يبارك فيك. انا حاسس ان انت تعبان. انا مش عارف اشتغل وانت تعبان جنبي. لو تعبان صحيح. اخونا الشيخ عادل شيخكم يعني اصابه تعب النهارده في العمود الفقري، فادعوا له ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، وهو قاعد بيعاني والله، لكن يعني انا قلت له ما تتعبش نفسك، لكن هو مصر ان هو يكون متواجد، ربنا يبارك فيه. طيب ده المغيث، تعالوا بقى للايه؟ للوحه اللي جايه ديت، وركزوا معايا قوي. اضفت كم اسم كده؟ ها؟ ما شاء الله، هنا بقى ايه؟ خير كتير. دي الاسماء اللي ادرجها مين؟ الوالد ومسلم. لو الاسماء ديت اشتهرت زي بقية الأسماء المشهورة اللي رواها الترمذي، حد كان هينكر على الوليد بن مسلم؟ حد كان هيقول لا أنت جاي من الأسماء ما نعرفش عنها حاجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحافظ، أنا هقول بقى بسرعة، ورد مقيد. العادل ما وردش، الفرد ما وردش، مش موجود. الرب، ضيفوا له اسم الرب، يبقى كم دلوقتي؟ 5. الكافي هتلاقيها في اسم الأسماء المقيدة. الدائم واتكلمنا عنه قبل كده، مش كده برضه؟ ما وردش. العالم ورد اسم مقيد او مضاف. المعطي
المعطي اللي ذكره مين؟ الوليد المسلم. ضيف المعطي بينا في كام الوقت؟ ما تعدوا معاي، اشتغلوا علشان تعرفوا القضية وتفاصيلها. انا عايزكم تكتبوا انتوا وتعرفوا ايه اللي شفتوه بعينكم وايه اللي درستوه، لان الكلام ده هتسألوا وتسألوا عنه وناس هيكلموكوا فيه، فانت عارف ده موجود فين وده موجود فين. القاهر اسم مطلق، اسم مطلق ها؟ ونح اللي هو في قول تبارك، لا هو القاهر فوق عباد، لان احنا قلنا ايه؟ ان الاسم اذا اضيف الى علو الفوقيه فهو مطلق، لان علو الفوقيه بيضيف اطلاق فوق الاطلاق. دي لسه هتيجي بشرط الاطلاق، اصبروا بس، خدوا كلامي دلوقتي وهتلاقوا الادله واضحه ان شاء الله زي الشمس. المبين بينا في كام الوقت؟ استني مستعجل على ايه يا ابوي؟ رجع لكم تاني بس. انا عديدهم وحاسبهم، فواحد هيقول لي لا 8 او 7 احسب انت حر، هنشوف العدد دلوقتي. المبين اسم ورد في قول الله تعالى ويعلمون ان الله هو الحق الايه؟ الحق المبين. بعض الناس يقول لك لا المبين ما هوش اسم. هو بيقول ما هوش اسم بس عشان الدكتور محمود ذكره، انما لو عرف ان الوليد بن مسلم ذكره وكان في الاسماء المشهوره هيقول لك ده اسم وهينافع عنه. هما بيدافعوا عن حاجة بس اشتهرت بين الناس. طيب المبين. الأحد قل هو الله إيه؟ أحد. يبقى كام الوقت؟ 8 إيه؟ تقولوا 9 مش كده؟ سبق يعني؟ طيب سبق قبل كده خلاص ماشي. الصادق ورد اسم مضاف أو مقيد، وهنقول لكم علة التقييد بعد كده. الأبد ما وردش. الجميل اسم، مين اللي ذكر الجميل؟ قولوا يا اخوانا اسم ولا وصف؟ حد يقول وصف كده ما اسمعه. ايه الفرق بين الجميل والجمال؟ الجميل ايه والجمال؟ اكتبوها جنبكم في جنب كده، الجميل اسم والجمال ايه؟ وصف. يعني اللي قاعدين عارفين يفرقوا بين الاسم وبين الوصف، وان الجميل اسم وان الجمال ايه؟ وصف. واضحه ديت؟ حد مش فاهمها وانا اشرحها له؟ يعني لما اقول لك الغني موصوف بايه؟ بالغنى، يبقى الغنى والغني اسم، مش كده برضو؟ المحسن موصوف بايه؟ يبقى المحسن والاحسان وصف. الاسم فيه العلميه والوصفيه، لكن الوصف في الوصفية فقط وليست في الايه؟ العالمية. الوصف لا يقوم بنفسه، لابد ان يكون بموصوفه، والاسم دل على الوصف باي دلالة؟ اصبر الله يهديك. ها بالتضمن، احسنت. ده جاي علشان في الاخر في كلام احنا عايزين نقول. الجميل اسم ولا وصف؟ اسمعها تاني بالله عليك، قولها تاني. اسم. حد يقول وصف؟ طيب. البادي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. القديم لم يرد. الوتر اللي ذكر الوتر مين؟ ها؟ الوتر. ما الفرق بين الوتر والوترية؟ يعني الوتر اسم ولا وصف يا اخوانا؟ اللي ذكره مين؟ يعني لو انا قلت الوليد يبقى جبت بدعه، قلت الوتر يبقى انا جبت بدعه، ابتدعت في دين الله عز وجل. طيب خلينا دلوقتي، يبقى الوتر اكتبوا جنب كده، الوتر اسم والوتريه ايه؟ وصف. واللي ذكر الوتر مين؟ عدوا معايا. يبقى الجميل هيبقى رقم كام؟ 9. والوتر ذو القوه اسم مضاف، وهتلاقوا في قائمه الاسماء المقيده على القواعد اللي احنا عملناها. البرهان ما وردش. ها؟ البار، البار ما وردش، ورد البر. البار اسم ورد عند المسيحيين. هتلاقوه في الاسماء اللي هي الثابته في الكتاب المقدس، واظن اللي خد الكتاب يراه وشافه، وعلى فكره روزا اليوسف كتبت عنه في الجمعه اللي فاتت ديت، والجماعه النصارى مبسوطين قوي بالدراسه. استاذ دكتور فوم بيقول هذا البحث غير مسبوق وكان ينبغي ان احنا نعمله، ما تعملش في تاريخ المسيحيه. ودي شهاده منهم. طب كويس، على الاقل يقروا بقى الكتاب بقى.
هم يقروا كتاب ربنا يعينهم على اللي فيه. الشديد ورد مضاف واحنا ذكرناه قبل كده مش كده؟ وبعدين بقى معلش احنا في البرمجه ما عملناش حسابنا ان ايه، احنا قلنا له كل دقيقتين اقلب من نفسك، فبيقلب اللوحه اللي بعد على طول. طيب ايه الشديد؟ ورد مضاف. ايه القدي؟ الوفي. الوفي ما وردش، ما وردش الاسم ولا وصف. الوتر ورد اسم خلاص وعديناه، يبقى رقم كام؟ 10. البرهان ما وردش. الشديد ورد مضاف، وشديد العقاب والعذاب واتكلمنا عنه. القدير، القدير مش في الاسماء المشهوره، لاحظوا كده، اللي حافظ الاسماء المشهوره او ممكن نرجعها تاني، الاسماء المشهوره ما فيش فيها اسم القدير، بس القدير ذكروا مين؟ الوادي المسلم. اسم ولا مش اسم؟ ما الدليل على القدير؟ ان الله على كل شيء قدير. خلي بالك، والله قدير، والله غفور رحيم. طب القدير هنا اسم ولا وصف؟ دل على وصف ايه؟ ما الفرق بين القدير والقدرة؟ قولوا يا اخوانا، القدير ايه والقدرة؟ الله اكبر، ربنا يبارك فيكم. الواقي ده ما وردش، فواحد هيقول لك واقي ما وردش ازاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها نرجع للمصحف، لا ده موسوعة الحديث، معلش اجيب لكم المصحف. المصحف واضح يا اخواننا، مرئي كويس على الشاشة؟ طيب النضارة بتاعتكم رأي ما جبتهاش. قال لي في 25 موضع. طب خلينا نشوف مطابق عشان نخفف شوي اهو الرعب. وما لهم من الله من واق، اللي هو الواق، ما لهم من الله من ايه؟ يبقى الواق هنا اسم؟ لا غيره. قولوا يا اخوانا اهو اللي ذكر الواق استند الى مثل هذا، يقول لك يبقى مفهوم المخلفه ان اللي حياقيهم ربنا سبحانه وتعالى بالعقل كده احسبه. نقول لا ما تحسبش هنا بالعقل، احنا عايزين اسم ورد نصا في حق الله تبارك وتعالى. برضو الرعب، ما لك من الله من ولي ولا واق. طب واحد يقول لك طب ما هو الولي ورد اسم في الاسماء المشهوره، نقول له مش عشان النص ده، والله هو الولي، نقول الولي اسم لكن ما وردش الواق. طيب غافر، وما كان له من الله من واق. كل الأدلة استعرضناها وبحثناها فلم يثبت أن الواقي اسم من أسماء الله، واللي يلاقي اسم يجيبه. طيب يبقى كم اسم دلوقتي يا أخوانا بعد القدير؟ 11. طيب هذه القائمة اللي موجودة هبقى. ما أدرجه الوليد ابن مسلم من الأسماء المطلقة والمقيدة مما ليس في رواية الإمام الترمذي المشهورة منذ أكثر من 1000 عام. الأسماء المطلقة اللي كتبتها عدوا معايا بقى أهو، قولوا: قريب، المولى، الأحد، الأعلى، الرب، المعطي، القاهر، المبين، الجميل، الوتر، القدير. دول كام؟ 11 اسم ذكرهم الوليد من الأسماء المضافة والمقيدة اللي ذكرها الوليد، واحنا غير الثمانية اللي موجودين في الرواية المشهورة، واحنا أضفناها في قائمة الأسماء المقيدة: القائم والحافظ والكافي والعالم والصادق والشديد وذو القوة. هذه الأسماء اللي ذكرها الوليد المسلم، 11 اسم مطلقة. لاحظوا معايا هنا إن فيها اسمين أنا يهمني فيها تركزوا عليهم قوي، اسم الجميل والوتر والقدير. دي أسماء ولا أوصاف؟ قولوا، حدش كده يقف يقول لي أوصاف مش أسماء؟ أسماء ولا أوصاف يا أخوانا؟ طيب كويس أوي. هل الوليد بن مسلم بس هو اللي جمع الأسماء المشهورة؟ هو اللي جمع الأسماء؟ لا، الوليد جمع الأسماء وأدرجها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في اتنين معاه ما حدش يعرف عنهم حاجه خالص غير الجماعه اللي هم بيدرسوا في كتب الحديث وعارفين الكلام ده كويس. الاولاني اسمه ادراج عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه. عبد الملك بن محمد الصنعاني في روايه ابن ماجه روى الاحاديث، جمع الاسماء باجتهاده. هل اجتهاده توافق مع اجتهاد الوليد بن مسلم؟
ولا الإدراج اللي وضعه الوليد اختلف عن الإدراج اللي وضعه عبد الملك بن محمد الصنعاني؟ خلينا علشان البتاع ما تنقلش واحنا نتحكم فيه. عرض المراحل الانتقاليه للشرائح بلاش تلقائي خلاص. كده مش هيمشي الا لما نقول نمشي. ده ادراك مين يا اخوانا؟ عبد الملك ابن محمد الصنعاني. عبد الملك ابن محمد الصنعاني بينفرد بالموضوعات. هل جبنا الكلام ده منين؟ ازاي عرفنا ان عبد الملك ده؟ كلام العلماء بتوع الجرح والتعديل والجماعه المحدثين مش هينكروا علينا الكلام ده يعني، بس هنعرف الكلام ده عبد الملك وموقف. ده بينفرد بالموضوعات. فالوليد عبد الملك بن محمد الصنعاني جمع هو كمان 99 اسم اجتهاد، وعلى فكره كل من جمع فاجتهاده مشكور، لان ساعد من جاء بعده في ان يكمل. هؤلاء كلهم تكاتفت إرادتهم في الوصول إلى الاسم بدليلهم، وما فيش إن احنا عارضنا أو خليفنا، لا، ده احنا وافقناهم فيما ثبت دليله، وهم علمونا كده إن كل أن يؤخذ من كلامي إيه؟ ويرد، وإن العقيدة مبنية على خبر يصدق وعلى أمر ينفذ. القضية مش قضية إن واحد يقول لك لا أصل الشيخ بيحب الظهور عايز يعمل ضجة وخلاص، والله ما كنت أعرف أبدا ولا ببالي وأنا بشتغل إن الأمور هتصل إلى ما صارت إليه على الإطلاق، بل الأمور هي جد كده، ربنا سبحانه وتعالى قدرها بناء على دراسة إحنا عملناها بعد ما توصلنا لها. ما ينفعش إن أنا أخبيها وأحرقها علشان خاطر فلان ما يزعلش، الشيخ فلان ده زعلان يقول لك الشيخ هيعمل فتنة في الأمة الإسلامية، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا غلطان يعني أحرق الكتاب أعمل فيه إيه؟ أخبيه عن الناس؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني روى عنه ابن ماجه اللي هو ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. ساعه ما تشوف عبد الملك بن محمد الصنعاني يبقى الحديث موضوع او حديث ضعيف ما ينفعش خالص. حدثنا ابو المنذر زهير بن محمد التميمي، حدثنا موسى بن عقبه، حدثنا عبد الرحمن الاعرج، واظن سمعنا عن عبد الرحمن الاعرج قبل كده اللي برضه الوليد روى عنه. عبد الرحمن لغايه عبد الرحمن وموسى بن عقبه ما حدش روى الاسماء بزياده. عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما من 100 الا واحده وانه وتر يحب الوتر. يعني الوتر هنا اسم ولا وصف؟ اسمع، الوصف فيه ايه؟ الوتريه. يبقى الوتريه ايه؟ وصف، والوتر اسم. من حفظها دخل الجنه، وهي الله الواحد الصمد. وبدا يعد الاسماء. لاحظوا معايا كده الاسماء اللي تحتها خط. ها؟ الجميل اللي ذكره مين؟ لا، الوليد ذكر، وذكر عبد الملك ان محمد الصنعاني. حدش يقول ان ده ايه؟ ان وصف. وعبد الملك بن الصنعاني ازاي يجيب وصف ويعمله اسم؟ طيب القاهر اللي ذكره مين؟ عبد الملك محمد الصنعاني اهو، وذكر الوليد. الرب كان اخونا الفاضل الدكتور المصير يقول لك ايه؟ ايه يا اخي الرب؟ ايه الاسماء اللي جايب؟ ما الرب هو الله. يبقى ايه لازم بقى يجيب الرب ويقول ده اسم الاسماء؟ ما كفايه الله عز وجل وخلاص. وفي إذاعة القرآن وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المبين اسم من أسماء الله. لاحظوا اللي تحته خط، أنا بدور على اللي تحته خط على أساس إيه؟ هديكم دراسة إحصائية دلوقتي على كل الكلام بتاع عبد الملك محمد الصنعاني. المعطي، الوتر والأحد، مش دول اللي تحتهم خط؟ اللي ذكر الكلام ده مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني، واتفق برضه مع الوالد المسلم فيها. كم؟ سب. لا لسه هيجي العدد اهو عشان نعمل دراسه احصائيه. شوف اللي بعده. لما عملنا دراسه على الحديث اللي ورد عند ابن ماجه لقينا ايه؟ لقينا ان عدد الاسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنه في الروايه ديت 60 اسم بغير لفظ الجلاله، بغير اسم الجلاله. يعني اسم الجلاله مع 60 يبقى 61 اسم. الأسماء اللي ذكرها وهي موجودة بنصها في الكتاب وفي السنة مما استبدلناه مكان الأسماء اللي ذكرها الوليد المسلم في الأسماء المشهورة، وقلنا دي وردت بنصها في الكتاب والسنة. اللي متعلمة بالأحمر دي، انتوا قلتوا كم اسم؟ 7. نعدهم كده، 2 4 6 8. لا عد كويس، 8. ها؟
القريب ازاي؟ القريب مش اسم؟ واحد بس يتكلم. ما جاش تحته خط، مش مشكلة، بس هو اسم ولا مش اسم؟ طيب يبقى كده 8. دي الأسماء اللي ثبتت في رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني. طيب نشوف احنا دلوقتي إدراج عبد الملك بن محمد الصنعاني في الأسماء المضافة والمقيدة واللي ما ثبتتش، عددها 39 اسم على ترتيب ورودها كالآتي. أهو اللي متعلم بالأزرق دي اسم مضاف هتلاقيه في قائمة الأسماء المقيدة، واللي متعلم بالأسود دي أسماء معلاش دليل، يا أفعال يا معاني الواحد لا يجوز أنه يشتق منها أسماء لرب العزة والجلال. عبد الملك بن الصنعاني أضافها من ضمن الأسماء، هل نأخذها لأنه هو ذكرها ولا نأخذها لأن ما فيش، نقول ما نأخذهاش عشان ما فيش دليل عليها؟ إن كان في دليل نأخذها، اللي عليه دليل وورد بنصي وبحثناه وطلعنا أدلته متعلم باللون إيه الأخضر، وده أسماء مضافة ومقيدة هتلاقيها في قائمة الأسماء المقيدة. واضح يا اخوانا؟ هذا عن الاسماء المقيده معنا بالازرق. وهي هتلاقي احنا معلمين دايما الاسم المطلق بيبقى لونه احمر والاسم المضاف بيبقى لونه ايه ازرق، زي ما قلنا في المصحف في اول محاضره. نيجي بقى لواحد ثالث برضه ما حدش تناول كلامه ولا التفت لدراسته وان كانت موجوده، اللي هو عبد العزيز بن الحصين الترجمان ابن الترجمان. الاول عبد الملك بن محمد الصنعاني، خلينا اول ما نشوف احنا بنقول ان هو انفرد بالموضوعات، فواحد يستنى يا شيخ انت جبت الكلام ده منين؟ علماء الجرح والتعديل قالوا في ايه؟ هدور لكم على موسوعه من الموسوعات اللي هي جامع التراث حتى على الاقل تشوفوا كيفيه البحث فيها ونظامها. ده عبد العزيز بن الحصين، ونطاق البحث اظن ان نحدده سلفا لكن نحدده تاني، بنبحث في كتب الحديث وتراجم الرواه، كتب الايه التراجم والعلل التراجم العامه بكتير الكتب دي على فكره، يعني كتب الشروح، كتب الاثار، كتب الثقات، كتب الضعفاء، رواد كتب مخصوصه. والله يا جماعه بتوع الحديث ربنا يبارك فيهم كده، لو ان هم يستغلوا التقنيه دي كانوا خلصوا لنا السنه حديث حديث. ان اذكر من زمان بقينا نكلم بعض المشايخ يقولوا تعالى ناخذ بالاسباب دي وتحطوا لنا قواعد بحيث ان تستطيع اي واحد يستطيع انه يصل الى الحديث بسهوله ويسر ويعرف يحكم عليه كان صحيح او ضعيف، وتعلم الطلبه ازاي يجمعوا بنظام التخريج الحديث في ان يعرف الراوي بمجرد كتابه اسمه. لكن بعد كده بتقول له احفظ لي الحاجات اللي احنا حددناها وابحث لي مثلا عبد العزيز بن الحصين. هو الوقت بيقرا كتب الجرح والتعديل كلها عشان يطلع ترجمه هذا الراوي اللي هو عبد العزيز بن الحصين. خلص كده اهو. يعني نقدر نقول مثلا المقتنى في سرد الكنى عبد العزيز بن حسين بترجمان الخراساني عن الزهري واهن، الجرح والتعديل عبد العزيز بن حسين ابو سهل من اهل مرو وقع الى الشام. المهم قالوا فيه سالت ابي عن عبد العزيز بن الحسين فقال ليس بقوي منكر الايه الحديث، وهو في الضعف مثل عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وأيضا سألت أبا زرعة عن عبد العزيز بن حسين فقال لا يكتب إيه حديثه. مصطلحات طبعا إخواننا بتوع الحديث هم أدرى بهذه القضية. ابحث عن عبد الملك الصنعاني نفس الكلام هيطلع ينفرد بالموضوعات، لأن بحس الكلام ده وتتبعناه بشكل إيه دقيق. العشاء طيب إن شاء الله نتابع ويكون في
في هدوء من قبل إخواننا عشان إيه ما طولش عليكم لأن الكلام لسه جاي كتير. عبد العزيز بن حسين من الترجمان برضو ورد في عند في المستدرك عند الحاكم روى بسند عبد العزيز بن حسين من الترجمان قال حدثنا أيوب السختياني. على فكرة دول كلهم اتكلمنا عنهم مرة فاتت رواه ان كل هؤلاء رأوا الحديث من غير زيادة. هو نفس الحاكم قال يعني هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها. يعني هما ليه ما التفتوش لكلام عبد العزيز بن حسين وعبد الملك بن محمد الصنعاني مع ان هؤلاء من المعاصرين للوليد بن مسلم؟ يعني ما في معروف ان اول من قام بهذه المحاولات من الرواه في عصر السلف الصالح هم الثلاثه دول، لكن اللي اشتهر وخد الشهره الوليد بن مسلم بقاله 1000 سنه الاسماء اللي جمعها الناس بتعتبرها كانها قران، لكن دول يعني مع ان عندهم من الاسماء. يعني انا عاجبني عبد العزيز بن حسين في ايه؟ ان عبد العزيز بن حسين راح فين؟ عبد العزيز بن حسين اهو عبد العزيز بن الحسين الاسماء اللي ذكرها اغلبها وارد نصا في الكتاب والسنه اكتر من الاسماء اللي ذكرها الوليد، لكن ما حدش التفت الى جمع. السبب في كده ان هم كانوا بيعتبروا عبد العزيز بن حسين وعبد الملك بن محمد الصنعاني من الرواه الضعفاء اللي لا يلتفت الى قولهم في الحديث. طب يعني الوليد بن مسلم الكلام اللي جابه رفعه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، رفعه اصلا هو مدلس تدليس تسويه زي ما عرفنا حاله في المره اللي فاتت، فكلامه اصلا برضه موضوع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس نصا مرفوعا باتفاق العلماء، لكن كان اولى ان نبحث عن الاسماء من خلال ثبوت النص والدليل. ما حدش اخذ باله من جمع عبد العزيز بن حسين، لكن تعالوا نشوف مع بعض كده. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. الله الرحمن الرحيم الاله، خلي بالكم ان الاسماء اللي فيها ايه تحتها خط يا اخوان، وعدوها معايا برضو يا ريت. انت مستعجل على ايه؟ معلش اكبرها من هنا وايه نشوفها. لا نشيل الشريحه دي كده كده، واضحه؟ طيب ممكن نصغرها شويه كده. شوف يا اخوان الاله اسم ذكره مين؟ عبد العزيز بن الحسين، والرب تحت خطه، وذكر الحنان المنان. احنا قلنا الحنان ما ثبتش اسم والمنان هو اللي ثبت، وذكر الأحد وذكر المولى النصير وذكر الحق المبين، لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن لما يذكر الحق ويسيب المبين هما اتنين جنب بعض في آية واحدة شيء ما هوش منطقي أبدا. وعندك الملك والمقتدر، المقتدر في الأسماء المشهورة والملك جنبها أخذ الاتنين وهو ده الأولى والأقرب، مش كده برضه يا إخوانا ولا إيه؟ حنان ومنان. ها؟ يا حنان يا منان. اي ما الحنان قلنا المره اللي فاتت ان الحنان حديثه ضعيف، انما المنان حديثه صحيح. والقريب ذكره، والجميل ذكره، والوتر اسم، والاكرم الاكرم ما ذكروش الوليد خالص ولا عبد الملك بن محمد الصنعاني، اللي ذكره مين؟ عبد العزيز بن حسين. واحنا اخذنا الاكرم مش عشان ذكره عبد العزيز بن حسين، عشان ربنا قال اقرا وربك الايه؟ الاكرم. القدير اهو مش موجود في الاسماء المشهوره. الشاكر فان الله شاكر عليم، شايفين يا اخوانا؟ الخلاق بلى وهو الخلاق العليم، اهو نص الاسم اهو. لما تعد الاسماء دي كلها كام؟ طب راجعوا كده جايز تطلع 16 14 نعد تاني اهو اللوحه اللي بعدها هتبين لنا المساله على طول. 15 لا زودوا كمان واحد. شوفوا كده
لا المولى النصير 2 2 يبقى 16 كده. طب هنشوف اهو عدد الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث، عددها كام؟ 70 اسما بغير اسم الجلالة. عدوا الأحمر اللي موجود. 16، عرفتوا انهم 16 دلوقتي؟ 16. على فكرة أنا قاعد بشتغل في البتاع في تجهيز الكلام ده من امبارح بالليل لغاية النهاردة، والله جت الساعة 2 واحنا بنجهز الموضوع على أساس نبسط لكم المسألة بحيث تبقى واضحة يعني. فهم 16 فعلا. الإله والرب والمنان والأحد والمولى والنصير والمبين والجميل. لاحظوا الجميل هنا اسم ولا صفة؟ أسمع يا أخوانا الله يبارك فيكم. وبعدين ما تستعجلوش، اللي عايز يعرف الفرق بين الاسم والصفة يقول لك إيه؟ إن الله وتر يحب الوتر. يقول لك الوتر اسم من أسماء الله، لا ده اسم المخلوق. يحب كل شيء وتر ويحب كل فعل إيه؟ وتر. لكن دلالة الاسم على الوصف نقول إن الوتر اسم دل على وصف الوترية، والجميل اسم دل على وصف الإيه؟ الجمال. فالجمال اسم ولا وصف؟ وصف. لكن من الناحية اللغوية نقول عليه إيه؟ اسم، لأن المعرب بالألف واللام. طب واحد يقول لك إيه؟ هو متخيل إن الاسم، يا ريت الأخت اللي بتعيط فوق اسكت سكتوها الله يبارك فيكم. الاسم المعرب بالألف واللام مش بس علامة التمييز فيها الألف واللام، يعني واحد بيقول لك إيه؟ طب هو ما وردش بالألف واللام، فيبقى علامة الإسمية إيه؟ هي علامة الإسمية بس الألف واللام؟ بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز، تمييز حصل. إن الله جميل دي فيها إيه؟ التنوين، يبقى اسم وهو علم على الله عز وجل. فقعد لك لا ده وصف، وصف إزاي تعمله اسم؟ طيب خلينا نشوف الحكاية دي، هنعرف الكلام ده بعدين. يبقى دلوقتي في كم اسم ذكرهم عبد العزيز بن الحصين؟ 16 اسم، أكتر من الأسماء اللي جمعها مين؟ الوليد بن مسلم. يعني كان أولى أن دي تكون هي المشهورة، بس النصيب بقى أخي بالك إزاي؟ وكل واحد خد نصيب. في إدراج عبد العزيز بن الحصين باقي الأسماء اللي هي ما ثبتتش أو هي أسماء مضافة أو مقيدة، عددها 27 اسم. 27 اسما اللي باللون الأسود دي أوصاف أو أفعال، واللي باللون الأزرق دي أسماء مضافة أو مقيدة. نعرف نعد مع بعض. أصل واحد يقول لك إيه الشيخ طالما ما ذكرش قال إن في 27 اسم ماهيش من الأسماء يبقى معنى كده بينفي ال 27. لا إحنا معلمينه بالأزرق أهو، بالأزرق ده عشان يبدأ تفهم إن هو أسماء إيه؟ مقيدة أو مضافة. البديع والنور والكافي وذو الجلال والإكرام والمحيي والصادق والفاطر والعلام والهادي والرفيع وذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الكفيل المحيط. لكن الجليل اسم ولا وصف؟ هنا هو ذكروا اسم ولا وصف؟ ذكروا اسم مش كده؟ هو ذكروا اسم بس ده غلط لأنه ما ثبتش. اللي ورد الجلال ذو الجلال، فالجلال وصف وليس إيه؟ اسم. تعالوا بقى نشوف نوع تاني بقى من التتبع، وخلي بالكم اللي جاه. ابن حزم لما جمع الأسماء عمل إيه؟ ابن حزم في المحلى صفحة 456 أو هو مات سنة 456 الجزء الثامن صفحة 21، قل فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا دي فيها غلطة يعني، إلا بما سمى به إيه؟ نفسه. وصح أن أسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله. على فكرة ابن حزم متحجر ليه؟ لأن حصر أسماء الله في 99 عشان قال إيه؟ فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه. ده كلام معلش أي غبار على الإطلاق. الغبار كله جاي منين؟ ولك وصح أن أسماءه لا تزيد على 99 اسما إيه؟ شيئا. نرجع لابن حزم. هم فكروا ان ابن حزم بيتكلم على جميع اسماء الله الكلية، واللي تبين لي ان ابن حزم ما يقصدش هذا، يقصد اللي ورد فين؟ في الكتاب والسنة.
إن أسماء الله في الكتاب والسنة بيقول طالما الرسول قال 99 مئة إلا واحد يبقى لا تزيد عن هذا شيئا. أقول لك ده هو بيقول إن أسماء الله محصورة. إحنا طبعا ما إحنا كنا بنقول الكلام ده على أساس إن ابن حزم ما حدش جمع الأسماء بشكل حصري بحيث يقول لك إيه والله دي اللي موجود، إحنا ما شفناش حاجة تانية غير كده. ولذلك هم طالبوا بإيه؟ بإن يطلع الأسماء. إيش بتقول 99؟ أنتوا عارفين لو كان ابن حزم وصل ل 99 اسم ولا كان حد فتح نفسه معاه، لانه وتتبع الاسماء بالكتاب والايه والسنه ساعتها لانه واقف عند 84 اسم وقال خلاص ده اللي عرفته اوصل له. طب هات الباقي، فما ما جابش دليل على كلامي من الباقي. فلما جاب الاسماء ما حد قاله بس ابن حزم متحجر وراجل كذا وكذا. لكن والله لو كان ابن حزم حي يرزق الان وشاف الاسماء ال99 المطلقه وال99 المقيده لكان هيبقى شان ابن حزم شان تاني، صح ولا لا؟ يعني لو كان ابن حزم هو اللي قال الكلام اللي احنا جمعناه حد كان هيعترض على ابن حزم ولا هيتكلم عليه؟ رد يا اخوانا. بس هي القضيه ايه؟ زي ما واحد بيقول اخ من الاخوه بيقول لي قبل المحاضره على طول بيقول حكيم احنا بنحب الفرنجه احنا ما نحبش اللي جاي من عندنا، نحب اللي جاي من بره، نحب الفرنجه. ليه؟ يقول لي اصل لو كان الكلام ده عمله واحد اجنبي يا سلام كان كل الناس، لو كان جاي من بره يعني. هو طبعا بيهزر في الكلام، انما القضيه مش كده. بيموت كل واحد باحث، الدكتور محمود هيموت وفلان هيموت وابن حزم مات وابن حجر مات، اللي بيبقى هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد عليه الدليل سيبقى ابد الابدين، وما لم يقم عليه الدليل بيموت الشخص ويموت معاه. ولذلك احنا بنقول تسعون جميعا الى ان تظهروا الاسماء بادلتها، واللي يجيب لك دليل ثابت بنصه خده حتى لو خالفت فيه ايه الشيخ اللي انت بتدرس عنده. طالما اسم ثبت بنصه يبقى خلاص لا فلان ولا علان، لا الدكتور محمود ولا غير الدكتور محمود، الاسم ثابت بنصه على العين والراس ناخذه ونقبله. طيب، وجاءت احاديث في احصاء 99 اسما مضطربه لا يصح منها شيء اصلا، فانما تؤخذ من نص القران ومما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، وقد بلغ احصاؤنا منها الى ما نذكر، وهي انا على حسب اللي انا عديته دلوقتي وراء كام 84 اسم. بصوا معايا يا اخواننا بقى نشوف كلام ابن حزم. انا مبطئها قوي لكن يلا نستحمل ما يجراش حاجه. اقروا معايا. كان بيقول ايه؟ وصح ان اسماء لا تزيد على 99 اسما شيئا لقوله على 100 الا واحد، فنفى الزياده وابطلها، لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى. ودي من دقه الفهم عند ابن حزم، ان الافعال لو اخذت منها اسم يبقى ده من باب الخبر وليس من باب الايه؟ الاسم. يعني بتقول يا ميسر يا رب، فواحد يقول ميسر من اسماء الله يقول لك ما وردش، ده ورد فعل رب يسر، لكن من باب الاخبار ومن باب الاخبار عن الله يصح، ما فيش اشكال. يا ميسر، واحد من العامة بيقول يا ميسر يا رب من باب الاخبار. عدوا معايا كده يا اخوانا هتلاقوا ايه؟ انه ذكر الاكرم والرب والاله والقريب والشاكر والقاهر والقدير والاحد والاعلى والخلاق والمبين والمليك والسبوع والوتر. الله يسامحك يا كمبيوتر اشتغلنا بالازرق ولا ايه؟ طيب اه هي واضحه هنا على اساس يعني ايه تاني يا اخوانا؟ السبوح والوت والجميل والرفيق وايه؟ والمسعر. اللي ذكر المسعر مين؟ ابن حزم. ومع ان المسعر ذكر المسعر لكن لاحظوا معايا كده ذكرش الرازق، إن الله هو المسعر القابض الباسط، مع إنه في حديث واحد، وعلى ما يبدو إن ابن حزم هو بيجمع غفل عنها. يعني غفلة من ابن حزم، لأن الأربعة جنب بعض. بس نظرا لصعوبة القضية، القضية ما تعملها بطريقة عادية شائكة جدا. يعني الشيخ يوسف البدر الله يمسيه بالخير، كنت قاعد أنا والشيخ عادل، فمطلع ورق قد كده. بيقول لي قعدت أبحث في المسألة دي عشان أوصل للنتيجة اللي أنت وصلتها. فأما تيجي تعمل في الأوراق بتتلخبط. تيجي تبص تلاقي الاسماء هنا كتير والاسماء هنا كتير وتحسبها ازاي؟ فالعمليه صعبه. واحد الاخوه بقاله اكتر من 15 سنه عامل ورق قد كده اهو وتعب في الموضوع تعب شديد جدا جدا، فلما طلع الكتاب اثر عليه المسافه خالص.
بس يفرح للمسألة؟ أبدا. بدأ يحاربنا حرب شعواء. ليه؟ والله ده عنده جهد بشتغل فيه بقالي 10 سنين. طب وانت انا كنت وصلت النتيجة واحنا قلنا لك لا كنا هنساعدك. والله اغلب المشاكل اللي حصلت سببها ان بعض المشايخ يكون شرح الاسماء المشهور في محاضرات كثيرة جدا ونزلت في شرايط، وبعضهم يعمل اسماء على وشك انها تنزل في كتب، وبعضهم طبع 5 مجلدات في المطبعة، والله 5 مجلدات في المطبعة، وقف طباعتها بعد ما عرف الكتاب، لان القضية بانت عنده، بقت واضحة زي الشمس. فمعنى ذلك ان هيتكلم في اسماء ملهاش دليل، هيبدأ يحذفها ازاي وتحمل مسؤولية، وقف طباعة الكتاب. بل والله وصل الامر الى احد الاساتذة، زميل لي وكان معايا في المملكة السعودية في العربية السعودية لما كنا احنا ندرس سوا، طلبة في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، عمل بحث ترقيب وبحث اسمه الدكتور عبد القادر عطا صوف، اخ من الاخوه الفضلاء يعني نذكرهم بكل خير، هو استاذ في جامعه الان. فعمل بحث من ابحاث الترقيه اللي ترقى بها الاستاذ، فبعد ما اللجنه اجازته واصبح البحث يمثل درجه علميه بالنسبه له، ساعه ما قرا البحث بعته لي وقال لي يا دكتور محمود الله يكرمك راجع لي الكلام ده عشان اشيل الاسماء اللي ما عليهاش دليل. وراجعناها واعادها تاني بعد ما اتحكم البحث عشان ما يذكرش اسم اللي ورد بنصه. بس ما بقت من القضية ما خدتوش العزة بالاسم في انه استكبر في انه يقول القضية. وانتوا عارفين دلوقتي اللي هو اغرب واحد انا اشكره والله وادعو الله تبارك وتعالى ان يوفقه، الشيخ محمد راتب النابلسي، الاسبوع اللي فات لرابع مرة ولا 5 مرة هو طبع 3 مجلدات في اسماء الحسنى، اتصل بي وقال لي انا هستغنى عن مجلد كامل لان شرح الاسماء المشهورة. فقول لي انا تاكد لي الان ان كان شغلي ما هوش مظبوط، هشيل ال 30 اسم واحط 29 واحط مكانهم ال 30 انت ذكرتهم، وكل ما بقولش لا يستحي على الهواء ان يقول والله الدكتور محمود عمل كذا وكذا. انا صحيح ما بطلعش زي ما هو بيطلع في المكان اللي واعد فيه، ربنا يوفقه ويسدده، لكن كونه قال كلمه الحق، هذا رسول يصل رسول للناس بحيث ينقل الحق بدليله، وهذا اللي احنا عايزينه. لكن واحد كل ما هنالك حاول ايه، يلا مش داعي للكلام، خلينا نكمل بس كلام ابن حزم. طيب ابن حزم اتى بهذه الاسماء، لاحظوا معايا فيها ايه، ها السبوح حاجه جديده اهي، والوتر والمحسن والجميل والرفيق والمساعد. الرفيق اسم ولا وصف؟ قولوا اللي ذكروا مين؟ ابن حزم. دل على وصف الرفق، يبقى الرفق وصف والرفيق ايه؟ اسم. ركزوا على موضوع الاسم والوصف عشان احضر له كل جاي. طيب نجيب اللي بعد اللوحه دي. ايوه جاي لكم بقى العلامه عمده شراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علامه ابن حجر. ابن حجر عمل ايه؟ اصل ما يجي يقرا كلام ابن حجر انت عايز تعرف راي ابن حجر، يبقى تجيب كلامه ولا ما حكاه عن الآخرين؟ اسمعوا، تجيب كلام ابن حجر نصا ورأيه ولا ما حكاه عن الآخرين؟ قولوا يا اخوانا. عرض الأقوى، يقول لك ده يجوز بالاشتقاق وده يقول لك ما هوش بالاشتقاق، فياخد من كلام ابن حجر اللي بيحكيه عن الآخرين ان ابن حجر بيقول بالاشتقاق، ويحاول يقول الرجل ما لم يقله، هذا كلام ابن حجر. وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا، يعني ما هوش من كلام الرسول، يعني اللي وضع الاسماء مين؟ اسمع الناس مش معاي، اللي وضع الاسماء مين؟ فقد اعتنى جماعه بتتبعها من القران. خلي بالكم ابن حجر بيقول تتبعها منين؟ من القران. هجيب له كلام ابن حجر تاني. واضح الكلام ولا كبر على كده؟ واضح، خلي كده كويس قوي، انا عايز اكبرها لكم على الاخر. يعني ممكن نعمل فيه حركه كده، مش عارف اخواننا بتوع الباوربوينت، لا بس ما فيش، لا ما ينفعش، مش بتاع حركات دي. يلا على قد الواحد ومعرفته بالكمبيوتر يعني، مش الحكايه غلبان يعني. واذا تقرر رجحان ان سرد الاسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعه بتتبعها من القران من غير تقييد بعدد. ووقفت، طبعا ذكر بقى مين اللي تتبعها، فهو جمع من تتبع كلام من تتبع الاسماء من العلماء، والكلام ده هيجي لنا لما نيجي نتكلم على قضيه الاشتقاق هشرحه لكم بالتفصيل.
فبقول إيه؟ ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملت فوجدته كرر أسماء. يبقى ابن حجر الوقتي بيتأمله كدراسة نقدية، صحصحوا معايا ما تناموش. ابن حجر بيتأمل كتاب مين؟ محمد بن إبراهيم الزاهد اللي تتبع الأسماء. بقول فتأملت فوجدته كرر أسماء وذكر ما لم أره فيه بصيغة الاسم. يعني بقول الأسماء دهيت ما لقتهاش في القرآن بصيغة الايه؟ الاسم، اللي هي ايه؟ الصادق والكاشف والعلام. ايه رأيكم في كلام ابن حجر؟ واحد بقول جميل، لا مش جميل. ركزوا يا اخوانا، ولك لم أجده في القرآن بصيغة الاسم، هل الكلام ده صحيح؟ الصادق بحث جزئي، لئن كنتم صادقين، ده مش اسم بس على فكرة، واحد عامل 60 موضع. خلينا نجيب الموضوع على طول، صادقون. بص كده بقول أنا ما شفتوش بصيغة الاسم. الصادق هنا شايفين الاسم تحت؟ ها؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإن إيه؟ ها؟ الصادق اسم ولا مش اسم؟ قولوا. واحد بيقول لي لا هو اسم بس مضاف او مقيد. مقيد بايه؟ بحاجه اسمها موضع الكمال، دي هنعرفها بعدين. بس هو هنا اسم ولا مش اسم؟ هتلاقيه في الاسماء المقيده. لكن كون واحد زي العلامه ابن حجر يجي يقول انني ما لقيتش في القران الاسماء الثلاثه دي، خلينا اوضحها لكم هنا اكبر شويه. صادق في الموسوعه اللي هي معلش هلا صادق، بحسب جزء من الكلمة، يعني الكمبيوتر طبعا تعرف تتفهم معاه بسرعة، ما فيش واو زيادة ولا حاجة، بقول له جزء من الكلمة، يعني هيجيب النون هو بعدها من نفسه أهو نسخ الآية. ذلك جزيناهم ببغيهم وإن إيه لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا، بس هنا مش اسم، وآتيناك بالحق وإنا، بس ده مش كلام رب، مش ربنا سبحانه وتعالى، الملائكة. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا إيه لصادقون، بس ده مش اسم. يبقى الاسم اللي ورد ذلك جزيناهم ببغيهم وإن إيه لصادقون، بس هو ورد اسم ولا مش اسم؟ فازاي العلامة ابن حجر وهو من هو يقول أنا ما وجدتش الصادق كاسم في القرآن؟ هو طبعا هو بيتكلم على إن هو ابن حجر دلوقتي هتعرف حكاية الإطلاق والتقييد، ركزوا معانا هطول عليكم شوية معلش سامحوني. يبقى ابن حجر سهى في هذا الموضع مش كده؟ ده سهو ولا اسمه ايه؟ ها؟ هنقول سهو، سهو من حجر لان بشر، عشان ابين لكم ان قضيه الاسماء ما هي سهله. والسهو فيها بيجي على اعلم واحد، يعني ما اظنش بعد ابن حجر في شرح الحديث حد هيتكلم. لكن لما يكون ابن حجر يقول لك انا ما لقيتش الصادق ولا ايه؟ ها؟ ولا الكاشف. طيب تعالوا نشوف الكاشف. ورد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الكاشف ورد اسم. طب واحد يقول لك فلا كاشف له إلا هو، ممكن يكون الكاشف هنا مش اسم لأنه بيتكلم عن ايه؟ عن واحد تاني لا يكشف عنه الضر، او مفيش كاشف من المخلوق سيكشف عنه الايه الضر الا الله، يبقى افهم الكاشف بمفهوم المخالفه. نعم. طيب فواحد يقول لك لا احنا عايزين حاجه ثانيه يا شيخ، هات لنا دليل ثاني على ان الكاشف ورد. ماشي هنقول له ايه؟ استنى
نكبر الخط شويه، صغرنا معلش، كبروا لكم خالص عشان تشوفوه ان كان باين. يعني قرآن بحث، بس هنقول له بحث بجزء من الكلمة بقى. بحث طلع حاجة كمان. ايه رأيكم؟ الكشف ورد ولا ما وردش؟ وان كان مقيد، بس هو هنا بصيغة الاسم ولا فعل؟ قولوا اسم ولا فعل؟ يبقى ابن حجر هنا ادي السهو الثاني، الصادق والايه والكشف. طب والعلام؟ ها ورد العلام؟ مش بموضع واحد بقى، كتير. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ابن حجر هل هو ما شافش الأسماء دي ولا حفظ القرآن ولا شافها؟ شافها طبعا، بس هو بيكتب حصل سهو، بيقول أنا ما لقيتش الأسماء دي. طب خلينا مع بعض. طيب، وذكر من المضاف الفالق. يبقى دلوقتي ابن حجر كان بيدور وهو بيبحث وبينقد كلام محمد بن ابراهيم، عبد الله بن محمد ابراهيم ازاي، او محمد بن ابراهيم ازاي، كان بيبحث عن الاسماء المطلقه ولا المضافه؟ لا خليكم وياي بقى، هو بيقول انا تتبعت الاسماء في كتاب المقصد الاسنى لابي عبد الله محمد ابراهيم ازاي، فوجدت تاملت وجدت كرر اسماء، وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم حتى ولو كان مقيد برضه، الصادق والكشف والعلام. وبعدين بينتقد وبيقول وذكر من المضاف الفالق من قوله فالق الحب والنوى. يعني معنى كده ان ابن حجر لما يبحث هيبحث عن المطلق ولا المضاف؟ قولوا يا اخوانا، لا هيبحث عن المضاف بقى، عن المطلق بس، مش هيبحث عن المضاف. مش كده برضه؟ بالراحة تاني، بالراحة، اصبر يا اخوانا. هو تو بيقول ان الصادق والكشف والعلام، بيقول انا ما لقيتهاش في القرآن اصلا، كان بيبحث عن المطلق. احسن، يبقى هو ساعتها كان بيبحث عن ايه؟ عن المطلق، لانه بيقول انا تأملته لقيته كرر اسماء، وذكر مما لم اره فيه بصيغة الاسم ثلاث. احنا قلنا لا هما موجودين، بس ابن حجر ما خدش باله في المسألة دي. وذكر من المضاف الفالق، اللي عرفنا انه بينقده ايه؟ ان بيقول اهو وكان يلزمه ان يذكر القابل. ما هو لو انت ذكرت الايه؟ الفالق، يبقى هقول لك ليه ما ذكرتش القابل؟ يعني هتذكر المضاف كله؟ يتسيب المضاف كله. يبقى ابن حجر كان بيدور على ايه؟ على المطلق. اصل واحد يقول لك شرط الاطلاق ده شرط باطل ما انزل الله فيه من سلطان. والغريب في الامر بقى ان ابن حجر حاول يجمع الايه؟ الاسماء المطلقه. فجي يبص لقى في القران ما كملتش ال 99، عدد الاسماء المطلقه اللي في القران 78. المطلق في القران حوالي 78 على ما اذكر، حجلنا الاحصائيه عشان لو في غلطه نصلحها. فالمهم ابن حجر هو بيدور، فلما لقى الاسماء ما وصلتش ال 99 قام مكملهم منين؟ من المقيد، وقال معلش بقى ما اسكتني ذكرت المقيد فغيري ذكر مقيد. اخد بالك ازاي؟ لكن هو في الاول انتقد على الراجل ان هو ذكر اسماء مضافه، وقال يلزمه ان يذكر القابل. شايفين يا اخوانا؟ المساله ما كانتش سهله عشان واحد يجي يحاول ان يجمع الاسماء بهذا الشكل. صلوا على رسول الله. خلينا بقى في اللي جاي وركزوا فيه قوي. قول وقد تتبعت ما بقي من الاسماء، يعني هو تتبع الأسماء الحسنى اللي ورد في القرآن، فحذف منها اللي حذف الأسماء المشهورة، قال لا هناخد الأسماء اللي هي الصحيحة اللي ثبتت بنصه. وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي. يبقى هو دلوقتي حذف ايه؟ حذف الأسماء اللي ما عليهاش دليل من القرآن في رواية الترمذي، صح كده؟ وجاب الأسماء اللي عليها دليل، فتتبع بقية الأسماء من القرآن.
فجاب 27 اسم يكمل بهم ايه الباقي عشان يبقى 99. يبقى مين اول من حذف من رواية الوليد اسماء ودخل فيها اسماء تانية؟ ولا يكون محمود عبد الرازق؟ كأن الكلام يعني ايه يقول لك انت يعني الناس اللي فاتوا ما بيفهموش وانت اللي بتفهم. والله واحد بيشتغل في الاوقاف في الوزارة نفسه، فانا بقول له، قال لي يا عم الوقت احنا لو قلنا كلام الراجل ده صح يبقى كأن احنا بنقول ان الناس اللي فاتوا ما بيفهموش والراجل ده اللي بيفهم، ومش ممكن الكلام ده يحصل ابدا، لان احنا لو قلنا صح قلت انتوا كنتوا في اخبالك ازاي، ولو قلنا غلط هتبقى مشكله، فنسكت وخلاص. ده نص كلام الاخ لي، والاخ ده بيجي في برنامج كل يوم في تحفظ القران الكريم من المحفظين الكبار في قناه حافظ ولا قناه ايه. هو بيقول لي شخصيا، بيقول لي ما هو يا دكتور محمود الحكايه ما هي سهله برضه. طب يقول هو يعني، طب يا اخوانا طب انتوا ما قراتوش ليه كلام ابن حجر قبل ايه؟ ما هو ابن حجر برضه قال الكلام ده. فيجي احد الاساتذه بيرد علينا في كتاب هنوري لكم، مش كتاب مذكره عاملها يعني، دكتور بيدرس عقيده في المركز العام لانصار السنه، فيقول لي ابن حجر ازاي يعمل الكلام ده؟ لاني شاف الكلام ده، يقول ابن حجر عمده شراح الحديث، فليه ان هو يجي يشيل 27 ويحط مكانهم ايه 27؟ فبدا يخطى ابن حجر ويلومه ويعيب عليه يعني، بس عشان ايه؟ علشان وجد ان في واحد قام بالمحاوله بحيث يجيب الاسماء بالشكل اللي ثبت المطلق والمقيد وكده يعني. فهو الخطا عايز يحمله على مين؟ على ابن حجر. بيقول ابن حجر اخطا في هذا وفتح باب ادى الى ان فيه ناس من النفات الجدد، بيسميني انا النفات الجدد، ينفون اسماء الله عز وجل التي سمى نفسه بها. يعني انا بنفي اسماء الله، هيجي كلامه بالتفصيل هنرد عليه بالدليل ان شاء الله عز وجل، واللي مستعجل يسمع نصح المحبين. طيب خلينا نكمل. ابن حجر لاحظوا معي، ذكر الرب مطلق، الاله مطلق، المحيط مقيد، القدير مطلق، الكافي، الشاكر، الشاكر اللي معمول بالاحمر ده المطلق اللي موجود عندنا بنصه، القاهر والمولى والنصير والمليك والخلاق والاكرم والاعلى والمبين والقريب والاحد. دي اسماء كلها وردت فين؟ في القران. خلي بالك ان هو المبين الحفي ابن حجر ذكره، ولاحظوا معايا اللي صار خلف ابن حجر في ذكر هذا الاسم مين؟ احسنت، ابن عثيمين. وهو نفسه تردد في الحفي، قال يعني انا شايفها مقيده ولا طيب ماشي خلينا مع بعض. بيقول فهذه 27 إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي اللي جمعها مين؟ أسمع الوليد بن مسلم، مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم اللي هو 72 اسم زائد 27 ذكرهم ابن حجر يبقى كام؟ ها؟ 99. على فكرة 72 على حسب عد ابن حجر، لأن هنشوف بعد كده إن هم 7 و 78 مش 72. تكمل بها 99 وكلها في القرآن، لكن بعضها بايه؟ باضافه، يعني في الاول انكر على الراجل انه ذكر اسماء مضافه ويبحث عن المطلق، دلوقتي جاي يقول بعضها بايه؟ باضافه. ده استنوا بس، ده انت ده في حاجات، ازاي واحد زي العلامه ابن حجر يذكر مثل هذا؟ يعني طبعا ده من السهو، لان صعوبه القضيه ما هي السهل، انا بقولش الكلام ده تنقيص من شان ابن حجر، لكن ده سهو بيحصل، اللي هيقوم بالعمليه بطريقه عاديه لازم يقع في هذا السهو. وسهو ايه؟ سهو خطير جدا وغريب، هقوله لكم دلوقتي. بعضها باضاف، قال مثلا زي مثلا الشديد من شديد العقاب، والرفيع من رفيع الدرجات، والقائم قائم على كل نفس ما كسبت، والقاهر فوق عبادي، مع انه مطلق عشان احنا اشترطنا شرط اللي هو خاص بايه؟ بان الاسم اللي اضيف للعلو الافقي، والفاطر من فاطر السماوات، والمولى والنصير دي اسماء مطلق، نعم المولى ونعم الايه؟ النصير. والعالم من عالم الغيب، والخالق من قوله خالق كل شيء. الخالق مطلق ولا مضاف؟ هو الآية دي فيها خالق كل شيء مضاف مش كده؟ لكن هل الخالق يؤخذ من هذه الآية ولا من قوله هو الخالق البارئ المصور؟ ردوا يا اخوانا. ابن حجر بقى هو بيحسب ما خدش باله من اسم الخالق وهو بيجيب الآيات، يعني جاب المصور البارئ والمصور ونسى يدخل الخالق، ولذلك ظن ان الترمذي ما ذكرهاش.
فأضاف الخالق وقال إن الترمذي، أنا أضفت الخالق لأن الترمذي ما ذكرهاش. وهل الترمذي ما ذكرش الخالق؟ ده أول ما تعد الأسماء على طول في سورة الحشر، هو الخالق البارئ المصور. فإزاي واحد زي علامة بن حجر في مكانة علامة بن حجر ويخفى عليه اسم الخالق مع أنه جنب البارئ المصور؟ فطالما خد البارئ المصور لازم يكون الخالق جنبه. حتى أنا قلت في نصح المحبين وأنا بتكلم على الكلام ده، قلت والله ده يعني من الأشياء اللي بتيجي دليل البشرية، لأن ممكن هو بيكتب الأسماء وقاعد بيعدها، ممكن يكون حد من أولاده ولا حاجة ندع عليه ولا زوجته العشاء موجود تعالى، فنسى يكتب الاسم هو بيكمل أم مكمل البارئ والمصور، فحصل السهو زي ما بيحصل للبشر. لكن لما نقول دخل الحاسب في القضية، الحاسب هنا بيتعامل مع حروف، فلما تقول له رتب لي الأسماء بتاع الوليد أبجدي رتبها لك، ما هينساش اسمي فيه، هترتب ترتيب مظبوط، يبقى هنا خدمنا في هذه القضية، لأن هنا السهو البشري وارد. إنما التعامل مع حروف ومع آلة، الآلة دي هتطلع لك نتيجة بدقة شديدة يعجز العقل البشري إن هو إيه يعني يتابعها بسبب الغفلة، وإن كان هو اللي صنعها. هذا هو ده اسمه، اسم الخالق اللي أضافه ابن حجر للأسماء، وبيقول إن هو مقيد ولا مطلق؟ قولوا يا إخوانا، ابن حجر بيقول الخالق مطلق ولا مقيد؟ أسمع الله يبارك فيكم، مقيد، وهو الاسم مطلق. طيب أنا هقول لكم على حاجة تانية، ابن حجر بيقول إيه؟ والأسماء التي تقابل هذه، فتح الباري أما ترجع تشوفوها وتأكدوا منها في البيت الله يبارك فيكم، والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم، وهي 27 اسما. حذف القابض البسط مع أنه موجود فين؟ في السنة، إن الله هو المسعر الإيه؟ القابض البسط الرازق، لأن من المأخذ اللي أخذوه على ابن حجر أنه تتبع الأسماء من القرآن فقط ولم يذكرها من السنة. ليه؟ هل إن ابن حجر لا يقول بالسنة؟ إزاي؟ ده ابن حجر محدث، الحافظ ابن حجر محدث زمانه، فإزاي ما يذكرش الأسماء اللي وردت في السنة؟ ما ذكرهاش، لأن الأمر يتتبع، الأمر تتبعه يطول وصعب ما هو سهل، ولذلك حاول يحصر القضية فين؟ في القرآن. وانتوا هتشوفوا الكلام ده دلوقتي أو لما نرجع لكلام ابن حجر مفصلا إن شاء الله عز وجل. الخافض حذف الخافض، والرافع حذف، مع إن اسم ورد فين؟ بنصه مقيدا، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، صح ولا لا يا اخوان؟ يبقى الرافع ورد اسم ولا ما وردش اسم؟ وطالما ذكر مقيد كان لازم يذكر الايه؟ الرافع، زي ما هو الزم الراجل وقال له طالما انت ذكرت الفالق يبقى تذكر الايه؟ القابل. معايا يا اخواننا في النقطه ديت؟ انتوا واضح الكلام ولا في صعوبه؟ شايفين في تناقض في الكلام بالنسبه لكلام نحن؟ الكلام واضح ولا كلام ماهوش مفهوم؟ هذا نص الكلام، واحنا بنتعامل مع كلام عملي. لو واحد عنده ادنى فهم سيصل إلى هذا الكلام وهذا السهو اللي وصل أو وقع فيه ابن حجر. طب لاحظوا معايا كده، الخافض الرافع المعز المذل العبد الجليل حذف الكلام ده كله، الباعث المحصن المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. يعني ابن حجر حذف من 99 ذو الجلال والإكرام؟ معنى الكلام ده كده صح ولا لا؟ مش دي الأسماء اللي حذفها من عند الوليد؟ ما حدش عمل حملة على ابن حجر ليه؟ فضحوا الدنيا ساعة ما قلنا إن الأسماء 99 أهي وما ذكرناش ذو الجلال والإكرام عشان اسم مضاف أو مقيد. قالوا إزاي؟ من النفاة الجدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. طيب دي بالأسماء المضاف اللي تذكر كده ذو مع الجلال والإكرام، يا الله على اللي شفناه. لكن ابن حجر لما حذفها ما حدش كلم ولا لام عليه. يعني لو كان ابن حجر جمع الأسماء بالصورة دي أنا مش عارف، هل الإنكار عشان الدليل والحجة ولا عشان هون في النفس؟ يا إخواني الأمور مش محتاجة كلام كتير. طيب نكمل، المقصد المغني المانع الضار النافع البقر رشيد الصبور، طولت عليك يا فضيلة الشيخ سامحني. شوفوا كده، فإذا اقتصر من رواية الترمذي
على ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها، خرج من ذلك 99 اسما كلها في القرآن واردة بصيغة الاسم، ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي، فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بحفي، ثم يقول وقل من نبه على ذلك، يعني ما فيش واحد قبل كده، ابن حجر بيتكلم عن نفسه، ما فيش واحد قبل كده حذف السبعة وعشرين اسم اللي وردهم في رواية الترمذي اللي ما عليهمش دليل وجاب مكانهم ايه 27. اللي قال الكلام ده مين؟ ردوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم. الغريب في الامر بقى، انا ما جبتش الكلام ده لان هيجي وقته، ان ابن حجر هو بسر الاسماء دي، مش موجوده عندكم، خليكم معايا بس بصوا لي كده، ابن حجر هو بسر دي الاسماء، قال طب بعد كده قال طب انا حسرت بقى 99 كلها على بعضه، فجيه يسرد 99، المفروض 99 دي يبقوا مجموع ايه؟ مجموع ال 72 اللي عند الوليد صح؟ زائد كام؟ ال 27. فاحنا لما تتبعنا ورا ابن حجر، وده الكلام ده هنعيده تاني يعني لما نيجي في قضيه الاشتقاق ومتابعه ابن حجر في اجتهاده، لانه بيحتاجوا بكلام ابن حجر على جواز الاشتقاق، فهنشوف كلام، فبدا يسرد ال 99 كلهم على بعضه، فاذا بالمفاجاه ان ابن حجر يضيف اسماء غير اللي موجوده في روايه الوليد وغير اللي جمعه، فيضيف المستعان، ودي لا في روايه الترمذي ولا في السبعة وعشرين اللي جمعه، ويضيف العالم او العلام عده اسماء هتشوفوها انتم. قال لا لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه اللي حصل؟ ان هو بيكتب الاسماء ربما وقع على يده اسم الايه؟ المستعان، فقال والله نشيل دي ونحط دي، كان زي ما يكون ايه، يقول لك هو معقوله يعني ما فيش حد هيراجع ورا ابن حجر في المساله؟ احنا اكتشفناه واحنا بنقرا بس، مجرد قراءه، لان هو جه اضاف اسماء اخرى غير اللي في روايه الوليد وغير اللي في روايه الاسماء، مع ان بيقول له انا هجمع لكم الاسماء ثاني عشان ايه؟ يسهل حفظها وتحفظوها بقى. ده عالم من اعلام الحديث وشراح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جهده وهذا ما سهى فيه، لا ينقص من قدره ولا ينقص من شأنه ولا ينقص من علمه، لأن ابن حجر بيبحث عن الاسم اللي ورد بنصه وبدليله وعايز يجيبها من القرآن. ثم قال وهناك تتبع آخر، وهي تتبع الأسماء وإحصاء من السنة، فهذا نوع من الإحصاء عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته. ابن حجر نفسه اللي كان يتمنى أن يجمعها من السنة لكن لم يجمعها، إما لأن العمر أدركه أو لأن ابن حجر وجد أن الأمر صعب أو واسع أو ما شابه ذلك. فيجي واحد بقى طبعا يقول لك أدى كلام ابن حجر وشغل ابن حجر، لو قرأوا ما أنكروا الأسماء الثابتة بأدلتها. هنا بقى تعالوا نعمل إحصائية جميلة كده، خليكم معايا كده، عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن والسنة اللي اتفق فيها ابن حزم وابن حجر، خليكم وياي الاحصائيه دي هتسعدكم. بعض اخواننا تعبوا من كتر الاحصائيات انا بقول لكم خليكم مع الكتابه وانت بتكتب عشان تكتبوا الكلام ده وتجمعوه. لما تجمع الاسماء اللي جمعها ابن حجر والاسماء اللي جمعها ابن حزم هتلاقي ان عدد الاسماء الصحيحه المطلقه من القران التي اتفق فيها ابن حجر وابن حزم من القران بس 68 اسم. هتلاقي فيهم اسماء ما ذكرهاش الوليد في الاسماء المشهور زي القدير والقريب، وايه ثاني يا شباب شايفينهم؟ والرب والخلاق، ها، والاعلى موجود الاعلى هنا، والاعلى هو والاله والاحد والقاهر والمليك، احسنت، المليك المبين، مش كده برضه؟ ها، والشاكر، مش موجود في الاسماء المشهوره. طيب يبقى عدد الاسماء اللي اتفق عليها الامامان ابن حزم وابن حجر واللي ورد بنصها في القران كام؟ 68. طيب نشوف كده الإحصائيات دي خدت مننا وقت، هي بتعرض عليكم في دقيقة لكن خدت وقت كبير عشان نجمعها. عدد الأسماء الصحيحة من السنة اللي أضافها ابن حزم ولم يذكرها ابن حجر 13 اسم، لأن ابن حجر كان بيجمع منين؟ من القرآن. ابن حزم لا، كان بيجمع من القرآن والسنة. أهو ذكر الباسط والجميل والرفيق والسبوع والسيد والشافي والقابض والمؤخر والمحسن والمسعر والمعطي والمقدم والوتر،
على حسب ترتيب ابن حجر ابن حزم يعني. طب عدد الأسماء الصحيحة من القرآن اللي أضافها ابن حجر ولم يذكرها مين؟ ابن حزم. يبقى ما تجمع الاثنين يبقوا كام؟ ها؟ 25. مش كده برضو يا أخوانا؟ أهو. يبقى الحسيب والحفيظ والحكم والرقيب والشهيد والمالك والمقيت والمولى والنصير والوارث والوكيل والقادر. الأسماء دي موجودة بنصها ومطلقة في القرآن وما ذكرهاش ابن حزم. شفتوا ازاي؟ هو جمع 84 ليه؟ لصعوبة القضية ما هيش سهلة، محتاجة الأمر إيه؟ تركيز شديد جدا ومتابعة. طيب تعالوا بقى نشوف الإحصاء ده. عدد الأسماء الصحيح المطلقة من القرآن والسنة في مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزم الاثنين مع بعض. مش 68، 68 و25 يبقى كام؟ 93 اسم من أسماء الله اللي احنا ذكرناها بنصها موجودة في كلام من سبق. الجميل والرفيق، يقول لك لا الجميل ده وصف والرفيق وصف والوتر وصف، وصف ايه بس الله يهديك. طب عدد الاسماء بقى الصحيحة التي تضاف الى مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزم. 93 زائد 7 هيساوي كام؟ ها؟ زي يساوي 99 بالاضافه لاسم الجلال اهو اللي اضفناه بقى احنا في التتبع. الجواد، ان الله جل يحب الجود. الديان، الرازق لانه ورد بنصه. الطيب، الحيي، الرفيق، المنان. لا اله الا الله. يبقى العدد هنا كم يا اخوانا؟ 99 اسم. اسمعوا بقى الحته دي. احد المعترضين على الاسماء بيقول ايه؟ التي جمعها دكتور روان، قل توسعتم فضيلتكم في اشتقاق الاسماء من الاوصاف كما في اسماء الوتر والطيب والجميل والحيي والستير، وذكرتم مبررات ذلك صفحه 59 حيث قلتم وكذلك ظنهم في اسم الله الوتر والطيب، ده كلام، حيث اعتقدوا انها اوصاف لله عز وجل وليست من الاسماء الحسنى. نقول نعم، اذا ثبت الاسم فهو اسم ووصف، ما شاء الله، كده معتقد السلف في آن واحد. أما إذا ثبت الوصف فكيف تجعله اسما؟ على سبيل المثال إن الله جميل يحب الإيه، فهنا ثبت الوصف لله عز وجل بأنه جميل. جميل هنا اسم ولا وصف؟ هو بيعتقد إن هي إيه؟ معنى الكلام ده إن يعرف يفرق بين الاسم والوصف. قول يا أخوان، يعني هذا الشخص الأخ اللي اعترضك على كده، هل هو يستطيع أن يفرق بين الاسم وبين الوصف؟ هو بيرى أن الجميل اسم ولا وصف؟ ها؟ طب اللي ذكروا اسم مين؟ ابن حجر وابن حزم والوليد وعبد الملك بن محمد الصنعاني ومن تاني؟ عبد العزيز بن حصين. ولو كان في الأسماء المشهورة كان حيقول عليه وصف ولا اسم؟ يبقى المسألة مسألة هوى ولا علم؟ خلينا نتكلم بصراحة. ما أنا بقول لك أهو، أحسنت، قلة إيه؟ علم. والله لو استطاع أن يفرق بين الاسم والوصف ما قال هذا. ولذلك أنا بقول أي واحد من الحاضرين الآن اللي يستطيع أن يفرق بين الاسم والوصف، هذا عندي في علمي أضعاف أضعاف مثل هذا الرجل. حتى أنا لما قعدت معاه بقول له بالله عليك الوقت أنا هرد عليك إزاي؟ اسكت انت، ما انتش عارف تفرق بين الاسم والوصف. انت شيخك مين اللي علمك العقيده؟ فقال لي انا ماليش شيخ. خدت العقيده ازاي؟ انا قرات كتير. طب واحد قرا كتير ومش عارف يفرق بين الاسم والوصف، هذا لو درس للطلاب في معهد لاعداد الدعاء ماده العقيده، الطلبه اللي هيطلع من تحت ايده هل هؤلاء يفهمون عقيده؟ والله ضررهم على الامه اكتر من نفعهم. لان اذا كان هو نفسه مش قادر يفرق بين الاسم والوصف، يقول لك الجميل وصف، يا سلام، يعني ابن حجر غلطان وابن حزم غلطان وعبد العزيز بن حسين غلطان والوليد بن مسلم برضه غلطان وعبد الملك محمد الصنعاني غلطان والدكتور محمود كله غلطان، لان كل دول شافوهم اسم وهو شافوا ايه؟ وصف. احنا بنقول لما يجي واحد يدرس عقيده هو مش فاهم، هذا والله يجني على الامه. وبعدين زعل اللي احنا بنقوله من علمك العقيدة علشان نعرف نرجع له ويفهمك الاسم والوصف؟ قال لي مالي الشيخ، انا واخد العلم كده. طب اعمل له ايه؟ والاسف ان ما قاله اخذه عنه مشاهير الدعاء وبدأ ينقلوا كلامه بدون تحقيق، يقول لك لا ده الشيخ فلان رد على الدكتور محمود، هذا الرد بتاع، اتفضل يا اخوانا، وانتوا هتشوفوا الرد ده مفصل. ليه؟ لان احنا الواحد تعب لدرجة
ان الواحد دلوقتي عادي القضية واضحة من الوضوح ان احنا هنرد. انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما نحرجش حد، اللي يعرف يعرف اللي ما يعرفش يعرفش، لكن مثل هذا لو درس عقيدة ضرره على الأمة الإسلامية محض، لأن كل الطلبة اللي هيطلعوا طلبة متعصبين بجهل. شخص أستاذ المفروض يكون داعي بيدرس عقيدة الطحوية أو كده، يبقى المفروض حتى على الأقل أبسط الأشياء أن يفرق بالاسم والوصف. فلما تقول لي دكتور ما هوش عارف الفرق بالاسم والوصف، يقول لك ما فيش فرق بالاسم والوصف، ده تعمل فيه إيه؟ دي كارثة والله على الأمة الإسلامية. أهو شوف اسمه بيقول لك إيه. فهنا ثبت الوصف لله عز وجل بأنه جميل، ومقتضى أنه يحب الجمال، ولو كان جميل اسما لقيل إن الجميل يحب الجمال، يعني إن الجميل جميل يحب الجمال، فهو حذف كلمة جميل اللي هنا. الرسول ما يقولش أبدا إن الجميل جميل يحب الجمال. خلينا مع بعض عشان أبين لك إن ده ما هوش فاهم الفرق بين الاسم والوصف. عشان كده الزاد هترد عليه تقول له إيه الإخوة اللي ما ترد على الشيخ فلان، أرد أقول إيه يا أخوان؟ أرد أقول إن هو جاهل مش فاهم الفرق بين الاسم والوصف؟ أحرج وأحرج نفسي؟ هو راجل صادق وداعي كويس، بس يا أخي خليك في تخصصك، أو خليك قول موعظة للناس كويسة، إنما تيجي تحشر نفسك في قضية أنت نفسك فاقد الأهلية فيها. خلينا نحاول الكلام ده. صلى على رسول الله، اسمعوا كده لما نشوف الوصف، إن الله جميل يحب الجمال. اقرأوا معايا كده واحدة واحدة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله إن الله جميل يحب الجمال، إن الله واسع عليم. الواسع هنا اسم ولا وصف؟ اشمعنا الجميل الوصف والواسع هنا الاسم؟ ما يقدرش يقول غير اسم. وأن الله رؤوف، وأن الله غفور، وأن الله سميع عليم، وأن الله عليم حكيم، وأن الله عليم قدير، وأن الله سميع بصير، وأن الله عزيز غفور، وأن الله عليم خبير، وأن الله قوي عزيز، وأن الله غني حليم، والله سميع عليم. دي كلها أسماء ولا أوصاف؟ أسماء وأوصاف. أخبرك إزاي هو حفظ إن الاسم لو ثبت يبقى اسم ووصف من غير ما هو فاهم الفرق بين الاسم وبين الوصف. طيب خد اللي بعده كده. والله غفور رحيم، والله عليم حكيم، دي أسماء ولا أوصاف يا إخوان؟ من علامات الاسمية التنوين. والله عزيز حكيم، والله غفور حليم. أنا مكبر المحسن جايز ما يعرفوش يشوفوه. ها؟ المحسن مكبر الأزرق ده معناه على إيه؟ دي أسماء ثبتت في السنة. إن الله محسن يحب الإحسان. المحسن هنا اسم ولا واصف؟ اسم. إن الله ويتر اسم ولا واصف؟ إن الله طيب اسم ولا واصف؟ ها؟ جميل. أصول لك لا، الجميل ده وصف، إذا ثبت الوصف ما تاخدش منه اسم. واحد مش قادر يفرق بالاسم والوصف، هتتفهم معي إزاي؟ والله أنا ابتليت بردود كان اللي كتبوها حتى في كتاب، أنا مش عارف أعمل في الأخ ده إيه اللي ورط نفسه توريطة مرة، اسمه محب الدين زيدان ولا اسمه، أنا مش عايز أذكر تفاصيله، أنا ما أعرفش الأخ ده يعني، لكن هو كتب الانتصار للسلف الأخيار، هو بينتصر للسلف الأخيار، سبحان الله، انتصاره للسلف الأخيار ضر نفسه وضر اللي هيقرأ الكتاب وشوش على الناس بالقضية. وطبعا التشويش دي بيكتشف فيه يعني أي واحد من الحاضرين هيعرف ببساطة جدا إن الجميل اسم، وإن اللي يقول لك ما هوش اسم يبقى ما هوش فاهم ولا قادر يفرق بين الاسم والوصف. فاللي زي ده تريح نفسك وما تعبش نفسك معه. أنا أطلت عليكم، وإن شاء الله عز وجل الشيخ عادل يسامحنا إنه هو تعبان. الله يبارك فيه. وبالنسبة للإجابة على الأسئلة هنأجلها بقى إن شاء الله نجاوب عليها. طب خلاص الله يبارك فيه، محدش يوم بقى من مكانه لما غير نجاوب عليها. لقد تغرر اسم الرافع في رواية ابن حبان مرتين، فكيف ذلك يا شيخ؟ حصل سهو من الشيخ، نعم بيحصل سهو من كرره، حتى بعض الأشياء زي مثلا رواية عبد العزيز الحصين اتكرر فيها اسمين. وابن حجر، ما انت شايف دلوقتي مثلا في كلام ابن حجر، ابن حجر حصل له سهو كتير جدا، ده مش معناه ان الشخص فيهم يعني اخطا او شيء، لا سهو بيحصل طالما ثبت الاسم بدليلي خلاص. طيب بيقول لك ايه ده، احنا جاوبنا عليه خلاص. هناك اشكال عندنا في التمييز بين الاسم المقيد والصفه، فهل تعطي لنا القواعد التي نميز بها؟ ان شاء الله جاي، ده كل قاعده من القواعد واخده كلام كتير، انا بحاول اجيب لكم الامور وبستقصيها الى اقصى درجه ممكن احنا نعرفها، فاصبر الله يبارك فيه. كيف اطلقنا الجميل والاحد رغم ان الادله عليها بدون الالف واللام؟
شفت بقى هو متخيل ان الاسم عشان يثبت لازم يكون فيه ايه؟ لا ده علامه الاسميه مش الالف واللام بس، الجر والتنوين والنداء وقال ومسند الاسم تمييز حصر. طيب شيخنا اليس تقسيم كل الاسماء الى 99 مطلق و99 مقيد في ينافي تحديد قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، فلم يقل انها 198 اسم ولكنها مقيده ب 99؟ لا طبعا هو ما حضرش ممكن المحاضره اللي فاتت، اخد بالك ازاي، لكن ان شاء الله عز وجل هتتبين لما تعرف. احنا طبعا ما كناش نعرف حكايه ان المقيد 99 والمطلق 99، ولا كان حد يخطر على باله الكلام ليه؟ لان هم لما كانوا يتكلموا على الاسماء يجمعوا الاسماء، يحاول كل واحد ان يجمع الاسماء المطلقه بس، فيعجز ان يوصلها ل 99 فيقوم يدخل بعض الايه المقيد، يجي اللي بعده ينقضه يقول لا طب انت دخلت المقيد وسبت الباقي ليه، فيلاقي المساله صعبه فيسكت ويكتفي بالاسماء المشهور. اخد بالك ازاي، تتكرر المحاوله مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما وصلنا لاكبر جمع وصل اللي هو عمله الشيخ ابن عثيمين، ومعاه برضه الشيخ عبد العزيز الغصني، عبد الله بن عبد العزيز الغصني، ومعاه الشيخ علوي السقاف، ومعاه الدكتور عبد الرازق عبد المحسن عباد، الشيخ هو شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد، جمعوا كلهم اسماء وصلوا ل 96 اسم، والباقي ده اما من المقيد، بس لو دخلت اسم واحد مقيد الباقي هيقول لك دخل المقيد كله. اخد بالك ازاي، فلما يجي يتكلموا على الاسماء المقيده يقول لك وفي اسماء لابد ان تطلق على الله مقيده زي ما وردت، هي ايه؟ فيقوم ضارب لك مثلا بخمسه او سته او سبع اسماء. طب والباقي ما حدش يتكلم عليه. احنا قلنا بقى نعمل محاوله، طالما الحاسب موجود والقواعد احنا عرفناها يبقى نجمع الاسماء المقيده، فقعدنا نجمع كل اللي ورد ونفرز ايه اللي ثبت وايه اللي ما ثبتش، ان كان فعل نستبعده وان كان وصف نقول عليه وصف. اخد بالك ازاي، ونبين القواعد، فاذا بنا نجد ان الاسماء المضافه والمقيده 99 اسم ثبتت بنصها. فقالوا لك 198، ما انت لما تضيف لهم لفظ اسم الجلاله هيبقوا كام؟ 199. وهتشوف المره الجايه او اللي بعدها الاسماء ازاي الحديث نفسه يثبت اعجازا نبويا، احنا ما نعرفش المساله ولا ما كانش حد يتنبه له، وكنا ما كناش متنبهين لها، لا يعني ذلك قدح في عقيدتنا او يقول لك يبقى معنى الناس اللي كانوا على ضلال، ابدا. القضيه كلها اننا في عقيدتنا ان جاء اسم بنص عن الله صدقناه، مش كده برضه؟ ان جاء خبر عن رسول الله صدقناه، فاين الاسم المطلق واين الاسم المقيد واين النص والدليل وعلى العين والراس؟ هذه الاسماء المطلقه والمقيده فيه زياده هاتوه، اللي يجيب زياده اهلا وسهلا. انا صراحه بحثت كل اللي موجود على قدر استطاعتي، ولا يعني ذلك يقول لك يبقى انت كده بتقول ان انت احط علما بكل اللي فات واللي كل اللي مر. انا نفسي لو قعدت اقرا الكلام ده ما هعرفش اوصل لحاجه، لكن احنا استخدمنا تقنيه في سعادتنا فوصلنا الى نتيجه. النتيجه دي طالما ثبتت بنصها ما حدش هيسع ان ينكرها، لكن ممكن يشكك في ان في الدكتور محمود اخطا في هذا الاسم، ماشي انا معاك ان الخطا ده هو غير مقصود في انني صححت حديث بناء على كلام الشيخ الالباني فانتقدوا في الشيخ الالباني، فالحديث ده محتاج لاعاده نظر، ومال نعيد النظر ونوصل للحق، صح كده ولا لا؟ في خطا عندك في كذا في تطبيق القاعده، تعال نصلح. اخد بالك ازاي، مش انني اجي على امه محمد صلى الله عليه وسلم قدام 20 مليون واحد واقول لك الدكتور محمود جاب قواعد خالف نفسه فيه. طب قول انت اللي ما خالفش نفسه فيه، ها وضح للناس القضيه، انما تسيب الناس عايمه وتايهه وتيجي تقول لي لا خالف، يعني ايه القصد انك تشوع على الموضوع وخلاص عشان تقول لا انتقادات؟ طب تعال نتفق مع بعض ونصلح القضيه ونصل الى الحق، انما المساله تبقى بهذه الصوره. الامور ان شاء الله عز وجل الايام القادمه ستجدون تغييرا، لان احنا لما كتبنا، وانا قلت للشيخ عادل الكلام ده، انا كتبت كلام لازع شويه لاخواننا في كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب النصارى المقدس، قلت والله لا يرضي الله ابدا ان كل اسماء ثابته بنصها مطلقه ومقيده 99 و99 زود زي ما انت عايز، بس تخبيها على الناس بحجة ان لو احنا قلنا الكلام ده هيثير فتنة بين الناس. ما هو اللي قال الكلام ده شيخ كبير قوي، انا مش عايز اذكر اسماء، بس لو اتكلمنا في الموضوع هيعمل ايه فتنة بين الناس؟ يعني فتنة بين الناس انها تعرف اسماء الله بادلتها، وليس فتنة بين الناس ان هنسيب الناس يحفظ 21 اسم غير دليل، ماشي. فكتبت كلام جامد، قلت والله كتمان الحق هتحاسبوا عليه. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. من كتم علمه، الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتم علما علمه الله ألجمه الله عز وجل يوم القيامة الجم من النار. فلما أنا كتبت الكلام ده هم قبل كده ساعة ما يسألوهم قرأتوا كتاب الأسماء؟ يقول لك لا أنا ما قرأتوش. اسأل أي واحد فيهم النهارده
أقول لك لا قرأناه. أحد المشايخ أول امبارح أخي بيسأله كان بيقول لا ما قرأتوش، مع إن إحنا بعتنا له رسالة ونقعد معاك يا شيخ، والشيخ عادل بعت رسالة وغيره، نقعد معاكوا يا إخواننا نشوف إيه القضية. كان قبل كده يقول لك ما قرأتوش. طب سمعت منين؟ سمعت من الشيخ فلان. النهارده أخي بيسأل، أول امبارح أخي بيسأله بيقول له قرأته ولا أنا قرأته؟ والشيخ الثاني قرأته، وأي واحد هتسأله دلوقتي يقول لك قرأته. هيوصل. ولذلك انا بقول لك هؤلاء اخواننا ونحن نحبهم في الله ونيتهم صادق، هي القضيه كلها بس ايه؟ ان عايز صبر وقراءه ويتحمل القضيه حتى يتعرف عليها. بعد كده هيقول لك والله احنا مع الشيخ في الاسم الثابت بنصه، والاسم اللي ما ثبتش نرده. وده كان المفروض يتقال في اي كتاب. يعني واحد يقول لي ايه رايك في كتاب فلان يا شيخ؟ والله كتاب فلان ده الحق فيه حق والباطل فيه ايه باطل، وكل يؤخذ من كلامي ورد الا الايه المعصوم، خلاص انتهى. لكن تيجي تقول لا ما تقروش الكتاب، واللي اشترى الكتاب يروح يرجعه. شوف تصل القضيه لايه؟ اخوه والله يشتروا الكتاب وشيخ خلاهم راحوا رجعوا كتاب للاخ تاني. ليه يا اخي بتعمل كده؟ ايه اللي هتستفيده من كده؟ اعتبروا اي خليه كتاب ضلاله زي ما بتقول. يعني دلوقتي الكتاب الصوفي او الكتاب المعتزلي او الكتاب الاشعري المقرر على الطلاب، قلت للطلاب رجعوه لما تروح تشتروا الملخصات من بره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شيخنا الجليل الله يبارك فيه ذكر الشيخ المسير ان وصف الله بالايه بالبر او ذكرها ضمن اوصاف الله خطا، لانها جزء من الذات. بالبر ممكن حاجة تانية يا شيخ. ما قصده من ذلك وجزاكم الله خيرا ودام الله عليكم ومتعكم بالصحة والعافية. الله يبارك فيكم. معنا الشيخ عادل الشربجي وإخواننا جميعا ربنا سبحانه وتعالى يديم عليهم العافية. أن وصف الله بالإيه باليد ممكن كده، وصف الله باليد ضمن أوصاف الله خطأ لأنها جزء من الذات. دكتور المصير مذهب ومذهب معتزلي في العقيدة، وعلى فكرة لا يمثل الأزهر باليد. هو ده الشيخ المصير اللي يمثل الأزهر، بل هو شاذ عن مذهب الأزهر في العقيدة، مع أنه مذهب أشعري، والأشعرية بيثبتوا كم صفة؟ سبعة بيثبتوا، وبقية الصفات بيعطلوه وبيقولوا الأسماء لابد أن تكون توقفية. الدكتور مصير بيقول لا، فهو ماشي بعقله، ومش بس كده لا، وصل في عقلي الى ما هو اشد من مذهب المعتزله بباب الاسماء. هو قلت لكم عامل كتاب اسمه بيان للناس حول كتاب اسماء الله الحسنى، ان شاء الله هنرد عليه. ومش انتوا بقى، لا انتوا خلاص بقى مستواكم اعلى من الكلام ده بكتير. اللي هيرد عليه عامه الناس لما ياخدوا الاسماء كده كلها ويروحوا للدكتور مصير ويقول له ايه فين الاسم يا عم الشيخ؟ طلع لنا الاسم من هنا ونجيب له كل الافعال اللي ورد في القران والسنه ونطلع له. يلا ينفع نحول ولا ما نحولش؟ وري لنا بقى، خليه هو اللي يرد على الناس وهنحرجه في المسألة. وأنا متعمد ذلك. ليه؟ لأن الدكتور المصير بقى له 6 حلقات في إذاعة القرآن بينشر مذهب المعتزلة على الناس تحت مسمى صاحب الإشاعة والرد على صاحب الإشاعة. والشغل اللي عملناه يقول لك تمخض الجمل فولد فأر. والله هنشوف تمخض الجمل فولد فأرا ولا ولد نملة ولا ولد إيه بالظبط، الله أعلم. سعيد ما تستعجلوش، الأمور كلها جاية إن شاء الله عز وجل. اللي أنا عايز أقول لكم عليه إن وصف الله باليد بقول لك جزء من الذات. ايه اللي جزء من الذات؟ هو انت قدامك انسان قاعد بتجزأ فيه؟ ربنا بيتكلم عن يده هو، مش يد محمد ولا محمود. يد محمد فيها صوابع زي بتاعتنا دي، يد الحق فيها اصابع شكلها ايه؟ والله ما اعرف، اما اشوف هقول لك يا دكتور، ولو شفت مثيل زيه هقول لك برضه. فتقول لي جزء من الذات؟ ايه اللي جزء من الذات؟ لانه بيتصوروا ان اثبات الصفات تشبيه، فعطلوا اوصاف الحق بحجه نفي الايه التشبيه، وهو لا يفرق بين الاسم والصفه. يقول لك ما فيش حاجه اسمها فرق بين الاسم والصفه، الاسم هو الصفه والصفه هي الاسم. اتفضل. يقولوا الاسم دل على الذات بالايه؟ وده راي مين؟ راي المعتزله. على العموم القصه لها بقيه، وان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه هنتكلم عن قضيه هامه في مساله الاحصاء. هل الأسماء محصورة في 99 ولا مش محصورة في 99؟ ولا السؤال بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه بس بصورة علمية قوي وجديد، هل اللي ورد في القرآن والسنة أكتر من 99
ولا أقل من 99 ونشوف كلام العلماء في ذلك. هنحاول إن شاء الله عز وجل إن احنا نمهد القضية بحيث نستوعب كل ما يتعلق بالموضوع. بس أتمنى الله يبارك فيكم المتابعة وعدم الغياب، لأن اللي بيغيب محاضرة بيبعت أسئلة تدل على إنه ما حضرش المحاضرة اللي فاتت، فمعلش استحملونا وإحنا معاكم هوت، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكم. لحظة الله يكرمكم لغاية ما الإخوة يخلصوا الحاجة بتاعتهم، لأن دي بتقطع السلوك وكلام منه. فربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويبارك في الشيخ عادل ويشفيه ويبارك في جميع الحاضرين، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر، سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر، خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر، آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر، خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر، آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر، سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر، سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل الجبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطغى أبحر.